صباح الهنا والرزق، صباح السعاده، صباح النصر دايما في 10 الصبح في الاهلي في كل مكان. حضراتكم بتتابعونا، احنا النهارده اول اسبوع 24 يناير يوم الاحد. يا صباح الجمال، صباح العسل عليكي وصباح الفل على كل حضراتكم السيدات والساده مشاهدينا في كل مكان في العالم. اهلا بيكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، حلقه نهايه يعني ايه نهايه اخر اسبوع من الشهر. كنا بنتكلم في ان الوقت بيجري بسرعه البرد. ايه ده؟ مش ممكن، ده احنا لسه قايلين هابي نيو يير دلوقتي. انت بتنهي اول شهر في السنه، يعني يا رب كده ماشي. حلو ان هي بتجري بسرعه السنه، بس يبقى فيها بقى ايه يعني على ارض الواقع حاجات بتتم حتى في حياتنا كده، بنقرب من اهداف احنا عايزينها، بنحقق انتصارات على الارض. الاهلي كمان ان شاء الله تكون السنه دي وشها حلو عليه دايما زي ما معودنا كده، والبطولات كلها تكون اهلاويه باذن الله. على ذكر ان الوقت بيجري، احب اقول لك ان رمضان قرب كل سنه وانت طيب. انا دي بقى اللي مش مصدقاها، بيقول لك اخر اربعه تقريبا. ده بيقول يقال انه نص اربعه مش اخر، لا الوقت بيجري، دي حقيقه مفيش مساحه للاختلاف. ما لحقناش يا جماعه. خليني بس اقول لحضراتكم النهارده قبل ما نبدا، احنا معانا فقرتين انا وكريم، هتبقى الفقره الاولى هنتكلم فيها عن بقى ملف حلو قوي، فكره ان انت تتكلم عن كره اليد بس في نفس الوقت انت بتاخدها من زاويه الترويج للسياحه، لان دي يعني زي ما بنقول كده عامل كبير جدا. اي دوله بتسعى ان هي تهتم بالحاجات او الاحداث الرياضيه اللي بتتم عندها علشان تروج للسياحه كمان على ارضها، اللي هي السياحه الرياضيه، يعني مصطلح السياحه الرياضيه. فاحنا هنتكلم عن ده فيما يختص بكره اليد او المونديال او البطوله اللي عندنا والترويج لهذا الملف. الفقره الثانيه هيكون معانا الاستاذ خالد الاتربي الناقد الرياضي، وملفات اعتقد كثيره جدا وساخنه جدا هنتكلم فيها برده معاه. وقبل برده بقى ما نبدا نتكلم شويه عن ايه يا كريم، الدراسه اللي احنا انا وانت كنا بنقراها، ايوه اللي هي خاصه بالرياضه والصحه النفسيه كده. انا وكريم كنا قاعدين بنحاول نطلع حضراتكم برده كل يوم مع فريق الاعداد معلومه جديده نبدا بيها حلقتنا، وكنا بنقرا مقال بيتكلم عن ربط رياضه ايه، ربط الصحه النفسيه بالرياضه. فلقينا ان في دراسه ارتكل كده قريناها اتعملت على اكتر من 300 بني ادم، يعني فئات مختلفه، بيقول لك ان الرياضه ليها فوائد كتيره جدا، غير ان هي كمان بتساعد على ان الواحد يعني يحسن صحته ويفقد الوزن او يحافظ على وزنه. لا، قال لك الشق النفسي في غايه الاهتمام. اولا بيقول لك ان هي بتقلل من نسب الانتحار بين الشباب بشكل كبير جدا، لان تعرف السن ده الى حد كبير بيصيبه اكتئاب، بيصيبه توتر، الحاجات دي كلها. ولكن احنا لما بنتكلم ان الاشخاص اللي بيمارسوا رياضه تحديدا في سن الشباب يا كريم، بيساعد ان هو يحسن مودهم، يبعدهم عن التوتر، السلوكيات الخطا، وبالتالي بتقلل من نسب الانتحار في العالم بين الشباب. الحاجه الثانيه كمان الامراض اللي هي بتجيلنا واحنا كبار في السن زي الخرف وزي كمان الزهايمر، بتقلل جدا النسبه دي فليها. وطبعا حاجات كتيره، يعني انت برضو بتهيألي في نقاط انت كنت قريتها. هو يعني ما فيش شك ان اكيد الرياضه وممارستها والانتظام فيها بيبقى له انعكاسات في المنتهى الايجابيه على المود العام، يعني غير بقى تفاصيل الصحه النفسيه وعلاجها المباشر لامراض كتير، لكن فكره المود العام، ودي حاجه الواحد بيحسها حتى لما يكون مثلا ايه مخنوق شويه وينزل يتمشى. أيوة. لا بقى هقول لك يروح جيم ولا يشيل حديد، لا مجرد ان انت بس بتتمشي، ويا سلام لو كانت التمشيه دي في الطبيعه، على طول الواحد بيحس ان في طاقه سلبيه ما خرجت منه مش قادر يقفشها، مش عارف هي خرجت ازاي، بس مجرد تمشيه بسيطه او ممارسه خفيفه لاي صنف رياضه او تمرينات من النوع اللي ممكن تتعمل في البيوت اكيد بيبقى لها انعكاس ايجابي جدا على الشخص اللي بيمارسها، وبالمناسبه ليها انعكاس ايجابي بشكل غير مباشر على الناس اللي حواليه، عشان ما يمشيش بقى ايه يعني هو منفوخ فينفوخهم معاه في البيت، لا يبقى هو موده العام حلو فيبقى لطيف كمان حتى مع افراد اسرته، فطبعا شيء مهم جدا. فمهمه جدا جدا، يعني زي ما بيقول الرياضه سحر، مش فكره بس طبعا. زي ما بنقول في الوقت الحالي ان هي تحسن منظرك او من صحتك، لا هي على المدى الطويل. فهنفضل كل يوم كده نقول عن اهميه الرياضه لغايه لما باذن الله الموضوع يبقى خلاص عاده عندنا. انت عارف الغرب سابقنا شويه في الحته دي، الرياضه جزء من حياتهم، يعني ما فيش تقريبا حد في الغرب ما بيمارس رياضه غير قليلين جدا. على كل حال نبدا بقى مع حضراتكم ونتكلم عن بقى ملفنا المهم كده، وبدايه استعداد الفريق لمرحله مهمه جدا زي ما كنا بنقول، سواء هنا بقى مواجهه بيراميدز وبعدها كمان الاستعداد لمواجهه كمان الدحيل في مونديال الانديه زي ما كلنا منتظرين، ودي المواجهه اللي اعتقد الملايين مستنيها. وكمان قبل ما نفكر فيها لازم يكون تركيزنا زي ما حضراتكم عارفين في مواجهه بيراميدز، اللي هو الماتش اللي جاي يوم الثلاث باذن الله، يعني املنا كبير. وزي ما بيقولوا كده في ناس تقول لك الماتش ده لا بسيط، الماتش ده مش مهم، لا لازم الاهلي، وده اللي احنا متعودين عليه، الاهلي دايما بيركز، الاهلي مهما كان خصمه هو بيقدم افضل ما لديه.
عارفه النقطه اللي انت اتكلمتي فيها دي بتلخص التكنيك العام اللي النادي الاهلي بشكل عام بيتعامل من خلاله مع الامور ومع كل المباريات بدرجات اهميتها المختلفه. النادي الاهلي دايما بيفكر في كل مرحله، يعني الماتش بماتش زي ما بيقولوا، كل مرحله هو بيعيشها وكل تحدي هو الاقرب بالنسبه له، ده اللي بياخد الكم الاكبر من تركيز وانتباه اللاعبين والجهاز الفني وطبعا كل القائمين على المنظومه. ودي الى حد ما يعني او الى حد كبير الحقيقه شيء مظبوط جدا، الصح ان الواحد ما يشتتش تركيزه في اكتر من اتجاه، ودي واحده من اهم النقاط وعوامل النجاح الدائم للنادي الاهلي. ما عندوش حاجه اسمها مباراه لا سهله، لا الماتش ده مش مهم، لا مش فارقه، لا ما فيش حاجه اسمها مباراه مش مهمه او مش فارقه، كل المباريات من وجهه نظر النادي الاهلي مهما كان اسم الخصم وتاريخه هي مباراه مهمه. ما بالك بقى لما يكون الكلام عن ان انت هتقابل واحد من الفرق اللي بتسعى جاهده ان هي تكون في المقدمه، اكيد الموضوع بيفرق كتير. انا بتفق معاك جدا، بيراميدز على الرغم انه لسه فريق يعني زي ما بيقولوا حديث العهد، الا انه بيكون طموح ان هو بيظهر برضه ان هو يظهر قدام الاهلي وكل الفرق بشكل مختلف حقيقه، بس مش بيراميدز خلينا نقول بقى تحديدا اللي بيحاول يكون كده، كل الفرق بتحاول تظهر برضه يا كريم قدام الاهلي وتقدم كل ما لديها ان هي تظهر يعني ان هي في افضل حالتها. عشان كده احنا عايزين نرجع نقول تاني النتائج المتذبذبه لبيراميدز قبل مواجهه الثلاثه ان شاء الله ما اعتقدش ان هي ابدا هتاثر على لاعبينا، واعتقد زي ما احنا هناكد تاني كلامنا هيقدموا افضل ما لديهم ان شاء الله تكون في المباراه دي. لازم يقدموا افضل ما لديهم لان بطبيعه الحال دايما كل لعيبه النادي الاهلي عبر اجياله المختلفه بتلبسهم كده روح الفانيلا الحمراء اللي دايما بتقود الفريق للانتصارات مهما زادت الصعوبات والتحديات اللي امامه، وده ظهر بمنتهى الوضوح امام المقاولين العرب. يعني الحقيقه انه على الرغم من تاخر الفريق بهدفين وكتير جدا من الناس تصوروا ان المباراه انتهت على كده، الا انه كالعاده النادي الاهلي دائما ما لا يستسلم تحت اي ظرف واي قوه ودائما ما يقاتل حتى يصل لهدفه، وبالطبع هو ده النادي الاهلي. كلام محترم جدا زي ما احنا هنقعد نقرر، الاهلي ما بيعرفش المستحيل، الا ان كمان لو هنتكلم هنا عن باتس موسيماني اللي اكد ان اهدار الفرص السهله في الشوط الاول امر يعني لابد من العمل عليه وعلى تفادي الخطا ده، ويمكن ده الماتش الاخير اللي احنا شفناه يعني، وهي حاجه كويسه على كل حال ان المدير الفني بيكون عارف ان هو محتاج يصحح ايه ويشتغل على ايه، وده يمكن اللي لاحظناه برده كتير جدا في المؤتمرات الصحفيه اللي بتكون تابعه للماتشات، دايما موسيماني يعني زي ما بيتحدث على نقاط القوه في الماتش لا هو بيبقى حريص كمان ان هو يتكلم عن نقاط الضعف اللي حصلت وما بيبررش خلي بالك كمان صحيح. هو دايما طبعا. صريح طبعا. يعني فالحديث عن الاخطاء دي كده اعتقد ايجابيه جدا وبدايه كمان المشوار للنجاح، فيعني بجد كل الاحترام لهذا المدير الفني الصريح خلينا نقول. دايما دايما عنده الحته دي عاليه قوي، دي سمه مميزه جدا جدا لبيتسو موسيماني وحاجه في منتهى الايجابيه عنده الحقيقه، انه دايما بيشرح اوجه الخسور، ما بيكابرش، ما بيعاندش، دايما يقول المشكله فين في حال وجود مشكله، ودايما بيقول هيشتغل على ايه وهيصلحه ازاي، وطبعا احنا اكيد بشكل عام عندنا تحديات مهمه جدا الفتره اللي جايه ان شاء الله، هنكمل كلامنا مع حضراتكم فيها دي التفاصيل، بس الاول خلونا نشوف سوا هذا التقرير ونرجع نكمل كلام. انتصار غال وثمين حققه الاهلي على فريق المقاولون العرب، محولا تأخره بهدفين دون رد في شوط المباراة الأول إلى ريمونتادا رائعة في الشوط الثاني والفوز بثلاثة أهداف حمل التوقيع طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ثم القاضية لمحمد مجدي أفشا. الفوز الصعب الذي حققه فريق الكرة بالنادي الأهلي على ذئاب الجبل حمل العديد من الإيجابيات، لعل أبرزها استمرار روح التحدي الكبيرة بين نجوم الفريق وقدرتهم على تحويل أي انكسار إلى انتصار، بجانب نجاح المدير الفني موسيماني في إجراء العديد من التعديلات والتغييرات في صفوف الفريق وطريقة اللعب صنعت الفارق. وأخيراً عدم دخول الأهلي في مطبات صعبة واتساع الفارق مع المنافس نادي الزمالك قبل لقاء بيراميدز في التجربة القوية والأخيرة قبل الذهاب إلى قطر للدخول في أصعب اختبار بالمحفل الدولي في مونديال الأندية. أما عن ثالث الفوائد فتكمن في اطمئنان موسيماني على قوة دكة البدلاء وقدرتها على صناعة الفارق في أي وقت من المباراة. نروح بقى للجاي ده والكلام الجميل والكلام الحلو والكلام اللي يفرحنا احنا كأهلوية، في فيلم وثائقي كده اسمه سر التسعة، سجل قد ايه بقى؟ هو قعدته طبعا اداره الاعلام بالنادي واللي بيوثق وبيكشف اسرار الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا للمره التاسعه. طيب سجل كام لحد دلوقتي يا جماعه؟
مليون او اكتر كمان من مليون و400 الف مشاهده، ده في اقل من 24 ساعه بعد ما بثته او تم بثه على القناه الرسميه للاهلي على اليوتيوب. وبيرصد زي ما احنا قلنا الفيلم ده الوثائقي كواليس تتويج الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا للمره التاسعه، بدايه هنا من الادوار الاولى وصولا للنهائي اللي اقيم في القاهره، بما تشمله بقى تلك المرحله عندنا من تدريبات ومحاضرات ورحلات سفر وكواليس وغيره. الحقيقه اي ماده فيلميه عموما بيكون مضمونها ومحتواها النادي الاهلي لازم بتطلع في النهايه ماده فخمه ومفتخره. كمان توالت ردود الافعال القويه جدا والاشادات الواسعه بهذا الفيلم الوثائقي بين جماهير النادي الاهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد ما تم بث تفاصيل جديده واسرار بتظهر للمره الاولى بتكشف كم الصعاب اللي تعرض لها الفريق وتحدي واسرار كل اللاعبين على الفوز باللقب. ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج اسمه سر التاسعة وتصدر منصة تويتر تزامنا مع عرض الفيلم الوثائقي، وأكد كل المغردين أن الفيلم ده يعتبر توثيق للأجيال المقبلة عن تفاصيل بطولة مهمة جدا وصلت بالنادي الأهلي إلى المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه. والحقيقة منذ عرض الفيلم على قناة النادي الرسمية على يوتيوب الساعة 9 مساء مساء يوم الجمعة الماضي شهد إقبال كبير جدا ووصل إلى المليون مشاهدة في الساعات الأولى فقط من عرضه، وبلغ ما يقرب من 20 مليون دقيقة مشاهدة. كلام جميل، وزي ما قلت كده اكيد بيسعدنا كلنا كاهلاويه، ومعتقد كمان كريم مفروض انه ده انا اعتقد هيوصل لاعلى من كده بكتير، احنا بنتكلم في 24 ساعه مليون و400، فممكن مع نهايه الحلقه يبقى كام. خلي بالك اللي بيتفرج عليه اهلاويه وغير اهلاويه بطبيعه الحال طبعاً. علهم يرتعشوا لما يتفرجوا على حاجه زي كده. طيب نروح بقى كده دلوقتي ان احنا دايما نكون حريصين برده ننقل لحضراتكم درجات الحراره والطقس، نروح نتابع ونرجع نكمل كده، وهيبقى معانا ان شاء الله دكتور وحيد سعودي على التليفون. طيب خلينا ناخد دكتور وحيد سعودي خبير الارصاد والتحاليل الجويه عشان نعرف تفاصيل اكيد اكتر عن حاله الطقس. دكتور وحيد صباح الخير يا فندم. صباح النور، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك، وحابين كده نطمن الناس برضو على درجات الحراره. يمكن احنا شفنا دلوقتي يعني الوضع الى حد كبير مستقر، لكن خلينا نعرف من حضرتك هل مثلا في امكانيه سقوط امطار؟ هل ممكن نشهد الايام اللي جايه برضو شبوره زي ما كان من اسبوعين؟ خلينا نطمن من حضرتك، اتفضل يا دكتور. يعني هو اعتبارا من النهارده لغايه يوم الاربعاء مفيش تغيرات جوهريه متوقعه في حاله الجو. هيستمر الجو شتوي ما بين المعتدل ومائل للبروده خلال ساعات النهار، شديد البروده اثناء الليل، مع التحذير من الشبوره المائيه في الصباح الباكر على معظم الطرق، تخص منها بالذكر طبعا الطرق القريبه من المسطحات المائيه والمزروعات. طبعا سرعه الرياح الحمد لله معتدله بتتيح عمليه السفر على الطرق السريعه بكل امان، ومزاولة كافة الأنشطة البحرية ما فيش أي مشاكل. لكن اعتبارا من يوم الخميس القادم وحتى يوم السبت لمدة 72 ساعة هتشهد البلاد تقلبات جوية حادة نسبيا، بمعنى من المنتظر حدوث انخفاض آخر في درجات الحرارة هيصاحبه نشاط للرياح. هذا النشاط من الرياح بيؤدي إلى انخفاض الرؤية على الطرق وإلى اضطراب كامل في حركة الملاحة البحرية، وبيزيد من إحساسنا
بشدة برودة الجو أثناء الليل، ثم اعتبارا من ظهر الخميس هتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، هيصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية في المقام الأول على الوادي الجديد، المدن الساحلية سواء الغربية منها عند اسكندرية ومطروح أو الشرقية عند رفح والعريش، مرورا ببورسعيد، وأيضا أمطار متوسطة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري. أما محافظات الصعيد تخلو تماما من فرص سقوط الأمطار. طبعا الجو هيكون بارد خلال ساعات النهار، خلال ال 72 ساعة دي اللي هي من الخميس للسبت خلال ساعات النهار، أما ليلا هيستمر شديد البرودة واصل لحد الصقيع أحيانا على بعض المحافظات زي شمال الصعيد ووسط سيناء. التحسن التدريجي في الأحوال الجوية اعتبارا من بعد ظهر يوم السبت القادم بإذن الله. طيب دكتور وحيد، أنا عندي استفسار، هو مش سؤال، يعني أنا كنت يوم الجمعة في اسكندرية وكنا متوقعين إن اسكندرية هتكون برد جدا، يعني عايز أقول لحضرتك لما إحنا من القاهرة رحنا اسكندرية حتى بالليل البرد بتاعهم أخف بكتير من برد القاهرة، إيه التفسير لده؟ التفسير ارتفاع نسبة الرطوبة، طالما رطوبة عالية جدا دي بتقلل من إحساسنا بالانخفاض بدرجات الحرارة. كل ما كان الجو كان جاف زي محافظات الصعيد بتلاقي جو قاري تقريبا، بمعنى ان خلال ساعات النهار تلاقي الجو دافي ومشمس، لكن بالليل شديد البرودة ويصل لحد الصقيع زي ما قلت حوالي من دقيقة او دقيقتين، نظرا لجفاف الجو اللي موجود هناك وانخفاض نسبة الرطوبة. تمام دكتور وحيد، نشكرك جدا دكتور وحيد سعودي خبير جوية. مش عايزه اقول لك لا ما تقولي لي ثانيه واحده بقى عشان لقد وقع علي الخبر كالصاعقه. كريم اسكندراني اصلا لقد وقع علي الخبر كالصاعقه. سيبك من جو اسكندريه، لو كنت قلتي لي ان انت نزلت اسكندريه مش كنت مثلا ممكن اميل عليك في سمكيه بوري بشويه بالرده وانت راجعه نصين كبده اسكندراني من بحري. لا لا هو انا اللي روح، هو انا اللي روح فين انصاص الكبده الاسكندراني؟ لا على فكره ما اكلناش كبده بقى، رحنا اكلنا سمك وماله. بس انت رحتي ما قعدتيش، مش انت رجعتي بنفس اليوم؟ قعدنا في نفس اليوم. طيب الموضوع يحتمل ان يبقى في وجبه سي فود بعد الظهر وقبل السفر كبده الكبده المشهوره. والله العظيم اقسم لك بالله، ولا بصي ما فيش وجه مقارنه بين الكبده في القاهره وكبده في اسكندريه. لا دي بقى معاه حق فيها معلش، يعني احنا من اهل القاهره بس دي حقيقه، الكبده في اسكندريه حاجه ثانيه فعلا. طيب. بس على كل حال النقطه دي بس حقيقه، يعني فعلا هناك ده انا كنت فاكره كلنا بقى واخدين كوتس وحاجات. أدفع. لا أدفع. حتى في عز، بصي في عز وقت النوه وفي عز الصقيع بتاع اسكندريه لو تقلتي الموضوع انتهى. في القاهرة وفي محافظات تانية كتير كواليتي البرد من الصنف اللي يدخل على العظم عدل حتى لو انت لابسه الدولاب كله. صح مش عارف، بس هو فعلا عرفنا التفسير العلمي وراها، يعني فكرة الرطوبة فعلا. صح. طيب احنا هنطلع فاصل وانا هعرف ان اودي تفاصيل رحلتها لاسكندرية ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، وعرفت من هواند تفاصيل رحلتها الاسكندريه اللي كانت خاليه من سمكايه تدخل علينا بيها. عيوني والله. يا تسلم عليك، تسلم عليك. المره الجايه ان شاء الله او نطلع كلنا بقى فريق العمل، احنا هنخرب الدنيا والله. ده يبقى يوم حلو جدا جدا جدا، نعمل كده ان شاء الله. المهم خلونا دلوقتي نروح ونتابع مع حضراتكم اخر اخبار النادي الاهلي بكافه فرقه المختلفه وكل الانشطه اللي فيه مع مراسلتنا العزيزه سالة حامد من مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالة صباح الخير عليك، اتفضلي سامعينا. يا صباح الفل يا كريم، ويا صباح الخير يا نهاوند، وطبعا يعني بصبح على كل مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الاهلي، ان شاء الله اليوم النهارده يكون مليان بالسعاده والتفاؤل والطاقه الايجابيه علينا وعلى كل اللي بيتابعونا. يعني خليني في البدايه قبل ما اتكلم عن اخبار النادي الاهلي والفريق الاول لكره القدم والنشاط الرياضي، خليني يا كريم ويا نهاوند اضيف على كلامكم بخصوص الفيلم الوثائقي لبطوله دوري ابطال افريقيا، فيلم سر التسعه. يعني يمكن أنا كنت موجودة يوم الجمعة يوم عرض الفيلم، يعني تم عرض الفيلم على الشاشة الرئيسية، شاشة العرض هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة الساعة 9 بالظبط. لكن قبل الساعة 9 يعني قبل عرض الفيلم بساعة الساعة 8 اتعرض البرومو الخاص بالفيلم اللي جذب أعضاء النادي الأهلي إن هم يجوا ويتفرجوا على الفيلم على شاشة العرض، وبالفعل يعني كان متواجد عدد كبير جدا من أعضاء النادي الأهلي لمشاهدة الفيلم، وكمان كان متواجد فريق العمل بإدارة الإعلام اللي قام يعني باعداد واخراج الفيلم، وكان كمان متواجد معاهم الدكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي والمشرف على الفيلم الوثائقي. الكل كان متواجد والكل كان موجود عشان يتفرج
على الفيلم كان في حاله من يا كريم حاله من الحماس والتركيز، الفرحه والحزن في نفس الوقت اثناء مشاهده الفيلم لاعضاء النادي الاهلي. طبعا الحزن يعني بسبب المشاهد والكواليس اللي اتفرجوا عليها خلال مباراه الهلال السوداني يعني برده. وبعد المباراه شفت اعضاء النادي الاهلي كانوا بيتكلموا في يعني احاديث جانبيه عن الفيلم وقد ايه هم مبسوطين وفخورين بانتمائهم للنادي الاهلي، وانه يعني الكواليس والاحداث اللي هم اتفرجوا عليها دي خلال الفيلم اكدت لهم ان يعني لعيبه النادي الاهلي كانوا رجال وعلى قد المسؤوليه والثقه اللي تديها لهم جماهير النادي الاهلي، وان هم يعني حققوا حلم كل اهلاوي وهو التتويج ببطوله دوري ابطال افريقيا للمره التاسعه في تاريخ النادي الاهلي، والحلم الاكبر وهو يعني من خلال تتويج بالبطوله المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه للمره السادسه في تاريخ النادي الاهلي. كل التحيه وكل الشكر للدكتور مهند مجدي ولفريق العمل بالكامل اللي يعني اجتهد عشان يطلع فيلم يعني زي ده ويليق باسم النادي الاهلي وبعظمه النادي الاهلي. كل الشكر كل التحيه ليهم. يعني خليني بقى اتكلم عن اخبار الفريق الاول لكره القدم وبقياده المدير الفني موسيماني. بعد راحة لمدة 48 ساعة الفريق هيواصل النهاردة تدريباته إن شاء الله على ملعب مختار التتش. التجمع النهاردة هيكون الساعة 2 والتدريب هيكون الساعة 3 استعدادا للمباراة القادمة أمام نادي بيراميدز، والمباراة اللي هتقام يوم الثلاثاء إن شاء الله الساعة 7:30 على استاد الدفاع الجوي في الجولة العاشرة من ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. كمان خليني أطمن جماهير النادي الأهلي على حالة بدر بنون وأكرم توفيق. يمكن بدر بنون اشتكى من بعض أعراض البرد، واكرم توفيق فضل يعني دكتور الفريق ان هو يعيد المسحه مره اخرى، والحمد لله يعني المسحه يعني النتيجه بتاعتها طلعت سلبيه، وبكده يعني بدر بنون واكرم توفيق ان شاء الله هيكونوا متواجدين مع الفريق النهارده في التمرين بنسبه كبيره استعدادا يعني لمباراه بيراميدز. استكمالا بقى لاخبار الفرق الرياضيه خلينا نتكلم شويه عن اخبار النشاط الرياضي، وكالعاده هبتدي الاول بالفريق الاول لكره السله سيدات بقياده كابتن علي هاشم. سيدات السله بعد اداء متميز فازوا على نادي مدينه نصر بنتيجه 96-47، ده كان في دور الثمانيه من بطوله كاس مصر، وبكده الفريق بيكون تاهل بشكل رسمي لدور النصف النهائي من البطوله. لكن لسه يا كريم ما تحددش مين الفريق اللي هيواجهه النادي الاهلي في السيمي فاينل من البطوله. وبدون راحه ان شاء الله النهارده سيدات السله هيواصلوا تدريباتهم على صاله الشرقيه للدخان الساعه 8 النهارده التدريب استعدادا للمباراه القادمه، وهتكون مباراه كاس السوبر المصري واللي هتكون امام نادي هليوبلس. المباراه تقام ان شاء الله يوم الثلاث الساعه 4 على صاله الشرقيه للدخان، عشان كده يعني الفريق نقل تدريباته من صاله الشهداء هنا بمقر النادي لصاله الشرقيه للدخان. ده بالنسبه لسيدات السله. بالنسبه لرجال السله النهارده ان شاء الله هيواصلوا تدريباتهم بعد يعني راحه سلبيه لمده يوم. التدريب هيكون من الساعه 2 للساعه 4، وبعد التدريب هيدخلوا في معسكر مغلق مباشره استعدادا للمباراه القادمه امام نادي الاتحاد السكندري، وبرده يعني هتكون في بطوله كاس السوبر المصري واللي هتقام في نفس اليوم يوم الثلاث ان شاء الله على صاله الشرقيه للدخان، لكن المباراه هتكون في تمام الساعه 8:30 مساء. استكمالا لاخبار الفرق الرياضيه خلينا نتكلم شويه عن الفريق الاول لكره الطايره سيدات او فتيات الذهب بقياده كابتن حمدي الصافي. فتيات الذهب النهارده ان شاء الله يعني هيتمرنوا الساعه 1:30 عفوا على صاله الشهداء بمقر النادي، وبعد يعني التدريب مباشره الفريق هيتجه لمدينه الاسكندريه للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراه غد امام اصحاب الجياد، والمباراه اللي هتقام على صاله ابو الهول بمدينه الاسكندريه. المباراه هتكون الساعه 4، ويعني المباراه دي ضمن منافسات بطوله الدوري الممتاز لكرة اليد. يعني دي يا كريم كانت أبرز وأهم الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي فريق الأول لكرة القدم والنشاط الرياضي. طبعا أنا معاك لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. كلمة ليك يا كريم، تفضل. بنشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة سالة حامد اللي عرفتنا كل أخبار ومستجدات وتفاصيل النادي الأهلي. تعالوا بقى نعرف تفاصيل الرياضة بشكل عام مع نهوان. صحيح، الجولة الرياضية بتاعتنا وجريدة اليوم هي هتبقى اليوم السابع مع مراسلتنا نورهان طمان. ويمكن أنا ونورهان امبارح كنا بنتكلم في التليفون وقلنا خلاص تعالوا بقى ندخل ننام عشان احنا عندنا شغل بدري، فبصبح عليك يا نورهان في البداية وقولي لنا كده آخر الأخبار معاك، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند وصباح الخير يا كريم، واوعوا تروحوا اسكندريه من غير يعني من غيرنا. ماشي شوفي يا ست الكل احنا هنا منا مقر جري. لا هنزعل جامد بجد.
احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع زي ما عودناكم هنطلعكم على ابرز واهم الاخبار الرياضية، ولكن كمان قبل ما نروح لاخبارنا خلينا نفكركم بابرز مباريات اليوم. النهاردة في الجولة التسعة لمسابقة الدوري المصري، انبي هيواجه البنك الاهلي على استاد بتروسبورت، ووادي دجلة هيواجه الجونة على استاد خالد بشارة الساعة 2:30. اما بقى على الصعيد العالمي ففي الدوري الاسباني والجولة العشرين، اوساسونا هيواجه غرناطة الساعة 3 العصر، وإلشي هيواجه برشلونة الساعة 5:15 مساء، وسيلتا فيجو هيواجه إيبار الساعة 7:30 مساء، وأتلتيكو مدريد هيواجه فالنسيا الساعة 10. أما بقى في دور ال 32 لكأس الاتحاد الإنجليزي فعدة مباريات هامة أيضا النهاردة، تشيلسي هيواجه لوتن تاون الساعة 2 الظهر، وفولهام هيواجه بيرنلي الساعة 4:30 مساء، وبرنتفورد هيواجه ليستر سيتي الساعة 4:30، ومانشستر يونايتد هيواجه ليفربول الساعة 7 مساء، وإيفرتون هيواجه شيفيلد وينزداي الساعة 10 مساء. أما بقى في الأسبوع 19 للدوري الإيطالي فيوفنتوس هيواجه بولونيا الساعة 1:30 الظهر، وجنوا هيواجه كالياري الساعة 4 العصر، وهلاس فيرونا هيواجه نابولي الساعة 4 العصر أيضا، ولاتسيو هيواجه ساسولو الساعة 7 مساء، وبارما هيواجه سامبدوريا الساعة 10 إلى ربع مساء. نروح بقى لأول أخبارنا من موقع وجريدة اليوم السابع، اتحاد الكرة يتراجع ويبدأ إجراءات استلام شحنة الكرة الموحدة وملابس الحكام. تراجعت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن قرارها بعدم استلام شحنة 2000 كرة و300 طاقم للحكام من الشركة الراعية، وده طبعا بعد تعطل الشحنة في مطار القاهرة لمدة أسبوع. وكانت اللجنة الثلاثية يعني رفضت استلام الشحنة بعد ما اللجنة الخماسية بقيادة السيد عمر الجنايني، اللجنة الخماسية طبعا اللي كانت بتدير اتحاد الكرة في السابق، كانت اتفقت مع الشركة الراعية على 2000 كرة و300 طاقم للحكام بخصم 70% لاتحاد الكرة، ولكن مؤخرا اللجنة الثلاثية تراجعت عن قرارها وقررت استلام الشحنة. ومن موقع كورة، طاقم تحكيم مصري لمباراة تونس والجزائر. أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة تونس والجزائر تحت 17 سنة، والمباراة اللي هتكون مؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في المغرب إن شاء الله، وده هيكون بقيادة الحكم المصري محمد أمين عمر وبمساعدة أحمد حسام طه وهاني عبد الفتاح وإبراهيم نور الدين حكم رابع. ومن سكاي نيوز بقى نروح لنجمنا المصري محمد صلاح، رغم حصده جائزة جديدة مع ليفربول صلاح الوضع ليس رائعا. يمكن نجمنا المصري محمد صلاح بيعيش يعني أيام في وضع من التخبط بنسبة كبيرة جدا داخل قلعة أنفيلد، خصوصا كمان مع بعض النتائج السلبية للفريق. وقال محمد صلاح رغم حصوله على لاعب شهر ديسمبر الماضي أو أفضل لاعب في ليفربول في شهر ديسمبر الماضي، إلا أن الوضع داخل ليفربول ليس هو الأفضل على الإطلاق. وكان محمد صلاح شارك في ديسمبر في 8 مباريات، سجل من خلالهم 6 أهداف وحصل على لقب أفضل لاعب في الفريق بعد ما حصل على هذا اللقب أيضا زميله السنغالي ساديو ماني في سبتمبر الماضي. ومن موقع في الجول، أستون فيلا يفوز على نيوكاسل في ليلة عودة تريزيجيه. عاد نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه لصفوف فريقه أستون فيلا، واستطاع التغلب على نيوكاسل بهدفين دون رد في المباراة اللي كانت مؤجلة من الجولة 11 للدوري الإنجليزي. محمود حسن تريزيجيه كان غاب عن فريقه في 7 مباريات الماضية ما بين إصابات عضلية وما بين إصابته بفيروس كورونا المستجد. وأخيرا بقى على المستوى العربي، الأهلي يخسر السومة 14 يوم. أعلن نادي الأهلي السعودي خسارته للنجم السوري، خسارته لجهود النجم السوري عمر السومة لمدة 14 يوم بعد تعرضه أو تأكد إصابته بمزق في العضلة الضمة اليسرى، وهيكون اللاعب والنجم السوري هيغيب لمدة تتراوح ل 10 أيام ل 14 يوم، وهيغيب عن المباراتين المهمين جدا لفريق الهلال أمام الوحدة والباطن في الجولة 16 وال 17 للدوري السعودي. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع، شكرا لكم جدا وأعود إلى الاستوديو. واحنا كمان بنشكرك أنا وكريم جدا، استفدنا وأكيد الجمهور كمان استفاد، شكرا لك يا نورهان، ميرسي. طيب احنا دايما بنتكلم مع حضراتكم عن النادي الاهلي في رياضاته والعابه المختلفه، وان دايما بنتكلم برضو بمنتهى الاهتمام بمساله روح الفريق وروح الفانيلا الحمراء والتدريبات المكثفه وكل التفاصيل اللي بتخلي دايما في
مجهود كبير جدا بيتحقق بعديه دايما انجاز كبير جدا. هو ده النادي الاهلي كالعاده. احنا الحقيقه قضينا يوم في اكاديميه السباحه بالنادي الاهلي مع لاعبي السباحه وكره الماء وحضرنا تدريباتهم اللي كانت في عز البرد. يعني دايما دايما الحقيقه دايما كل الناس اللي بيلعبوا سباحه ووتر بول بصفه خاصه صيف شتاء جو حر جو رصاص في كل الاحوال لعيبه رجاله بينزلوا الميه وبيتدربوا وبيحصدوا كمان بطولات مهمه جدا. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير ونرجع نكمل الكلام. احنا عندنا اي حد بيخش في جو الاكاديميه احنا لينا في سيستم محطوط من قبل اداره الاكاديميه واداره الجهاز بالكامل. السيستم ده بنعود الولاد ان هم خلاص انت متعود على الفوز. انت النادي الاهلي دايما في الاوائل، لازم تكون انت الاول، لازم يكون النادي الاهلي دايما رقم واحد في البطولات اللي بيشارك فيها. من هنا بننمي ده من الصغر، ومع مرور الوقت الولد او الطفل اللي موجود معانا بيبتدي خلاص ده بيبقى مزروع جواه، هو دايما بيبقى عنده حافز ان هو دايما يبقى الاول. بنجهز طبعا ده بنعدهم على احدث باحدث البرامج التعليميه من بدايه من التعليم مراحل التعليم الاولانيه خالص لحد ما بنوصل للاعداد للبطولات. زي مثلا احنا عندنا حاليا فريق مواليد 2010 بنجهزه للمشاركه في اول بطوله ليه. الفريق دوت هيشارك ان شاء الله في شهر 5 اللي جاي في اول بطوله ليه. احنا بنحاول بقدر الامكان نحاول نحفز الاولاد ان هم يبقوا يعني عندهم استعداد ان هم في ظل الظروف دي ان هم يعوموا، وفي نفس الوقت بيحافظوا على التباعد بينهم، وبنحاول ان على قد ما بنقدر ان هم ما نخليش في تجمعات. في بنقسم الاولاد لمجاميع، احنا بنقسم الاولاد لمجاميع وبنحاول نكون في مسافات بينهم على قد ما بنقدر، وما بنطلعهمش حتى بعد ما نخلص التمرين بنطلعهم على مجموعات، يعني ما بنطلعهمش كلهم مره واحده، بحيث نحافظ ان الاوضه الغرفه بتاع خلع الملابس ما يبقاش فيها عدد كتير. يعني طبعا احنا في الاول وفي الاخر بنحاول نحافظ على قد ما نقدر على صحه الاولاد، فبدل ما كنا بنعمل 5-6 تمارين في الاسبوع بدانا نقلل عشان موضوع الكورونا، وبنمرن 3 مرات منهم مرتين بالليل مثلا ومره الصبح، وبناخد بالنا طبعا في اوضه اللبس ان اللعيبه وهي بتستحمى مثلا يبقى في برضه تباعد، في التمرين برضه يبقى في برضه تباعد وهكذا. بص احنا الاول برضه في الاخر بنختصر على موضوع ان هو احنا نعلمه كره ميه في الاول، لان ان هو ياخد حته الروح بتاعت البطولات دي لسه ما بتبقاش دلوقتي، بس هو في الاول وفي الاخر عارف ان هو جاي النادي الاهلي رقم واحد، فدي بنوصلها له منتالي الاول. بعد كده مع التمرينات وان هو يبدا يخش ماتشات بيبقى عارف النادي الاهلي لازم يعلق ميداليه ذهب، فبيتفرج على الناس الكبيره زي فرقه عمومي وفرقه 2003 فرقه 2005 بيعرف النادي الاهلي لازم ياخد بطوله وهكذا. انا شايف انها بتيجي من الفيجن، ان هو الولد الصغير بيبقى قاعد النهارده في النادي شايف الدرجه الاولى بتلعب فاينل وبتكسب، شايف الاهلي في الكوره بسم الله ما شاء الله الثلاثيه، يعني هو عايش اصلا في القصه دي. غير ان انت بقى كمدرب بتيجي بتشحنه حتى هو بيلعب تقسيمه او بيلعب جيم، هو عايز خلاص اتزرعت فيه ان هو عايز يكسب، شايف القدوه بالنسبه له بتكسب، فهو عايز انا اكسب زيه من وانا صغير. فهي دي الحته اللي هي من جوه مزروعه اوريدي في الولاد، فانت انت بتديها، بس هي الحمد لله بتلاقي 99% منها موجود اصلا من الولد، لان هو شايف ونفسه يبقى كده. هو جاي لك عشان هو نفسه ياخد ميداليه المركز الاول ويمسك الكاس، فهو اصلا متشوق ليها، انت بس بتحطه على الطريق بتلاقي الدنيا مشيت الحمد لله. احنا السيستم بتاع العمل في اكاديميه السباحه بنادي الاهلي بيخص الثلاث فروع، فرع الشيخ زايد، فرع الجزيره، فرع مدينه نصر. فالاجراءات اللي بتتعمل واحده في كل الفروع، ان الطفل بيعامل معامله تليق بيه، معامله تربويه صحيحه ومعامله فنيه. المعامله التربويه انه الطفل يجب ان احنا نعامله حسب المرحله السنيه بتاعته. الجزء الفني ان احنا بنمرن الطفل بناء على المعطيات اللي هو جاي لنا بيها، يعني لو هو جاي لي ما بيعرفش يسبحها خالص فانا بتعامل معاه على انه مبتدئ، لو هو جاي لي متعلم جزء من السباحات انا بكملها له، فده حسب حاله الطفل الفنيه وحاله الطفل النفسيه وحسب سنه. قبل كل تمرين بقى فيه فتنس، بعد الفتنس بننزل الميه، وطبعا كل واحد بيحضر بالكمامه وما ينفعش حد يقلع الكمامه في الحمام وكده،
وبننزل نتمرن، وعشان ان شاء الله داخلين على بطوله وكده، فالمدربين مخليين بالهم وبنتمرن على اكمل واجب. نتمرن 5 أيام في الاسبوع، في تمارين الصبح وتمارين بالليل وكده. يعني بنتمرن يعني تقريبا التمرين بيبقى ساعة ونص او ساعتين. والكباتن يعني بيتعاملوا معنا بطريقه طبعا كويسه جدا، وبيتعاملوا معاك مش كانه كابتن، مش يعني مش مدرب ولاعب، بيتعاملوا معاك كأب وابن او صاحب وصاحبه وكده. بس يعني كتقرير جميل، ويمكن الجملة اللي ترددت في الآخر دي من اللاعب حلوة قوي، إنه هو بيتكلم عن العلاقة ما بين المدرب واللاعب، لازم تكون علاقة قوية. دايما بيبقى كمان اللاعب هو المسؤول بشكل كبير عن نجاح المدرب هو اللي بيكون مسؤول بشكل كبير عن نجاح اللاعب، لأن الشق النفسي أنا دايما مهتمة بيه قوي في كل حاجة. نفسيا لما بيكون اللاعب كمان مؤهل، لما بيكون مرتاح، لما تبقى علاقته بالمدرب حلوة، وعلى فكرة ده ينطبق على كل حاجة، يعني حتى في العمل، حتى في المدرسة. برافو عليك. تلاقي بني آدم أو التلميذ نفسه بقى أفضل، بيبقى أذكى، بيبقى عنده ثقة أكتر. فبتهيالي دي نقطة يعني يمكن قالها عابرة كده، لكن هي نقطة ممكن إحنا يعني كان لازم نقف عندها، لأن هي نقطة مهمة جدا. الخبر اللي جاي كمان مهمة جدا بقى، لأن إحنا اتكلمنا عنه كتير، وهي أولمبياد طوكيو. مؤخرا سمعنا في تردد لكلام كتير إن هيتم إلغاء أولمبياد طوكيو اللي هي 2021. صحف عالمية اتكلمت عن الموضوع ده، وقالت ان هي استندت لكلام جاي من مصادر حكومية يابانية بس مجهولة، في حين بقى مسؤولين تانيين خرجوا ونافوا الكلام ده. خلينا نعرف بالظبط ايه اللي هيحصل من التقرير اللي جاي. حقيقة إلغاء أولمبياد طوكيو 2021 عنوان تصدر منشطات الصحف العالمية خلال الأيام الماضية، فقد أطلقت صحيفة The Times البريطانية قنبلة من العيار الثقيل، أكدت من خلالها توصل الحكومة اليابانية إلى ضرورة إلغاء أولمبياد طوكيو نهائية، على أن تطلب استضافة الحدث عام 2032، وأن اليابان تبحث إلغاء البطولة مع حفظ ماء الوجه لكي تطالب من جديد بتنظيم المسابقة في وقت آخر. الرد على تلك الأنباء جاء بشكل عاجل من قبل الحكومة اليابانية التي أكدت عزمها إقامة أولمبياد طوكيو، وأن الاجتماعات مستمرة لإقامة الأولمبياد مع تنفيذ الإجراءات الوقائية. نفت اليابان ما تردد في تقارير إلغاء أولمبياد طوكيو والشائعات التي تسببت في قلق الرياضيين، فأولمبياد طوكيو قائم، والشعلة سيتم إشعالها في 23 يوليو 2021. من ناحية أخرى، تحدثت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو أيضا، معلنة رفضها أي حديث عن إلغاء أو تأجيل أولمبياد طوكيو، وفي الوقت الذي أعلنت فيه اليابان حالة الطوارئ بسبب موجة جديدة من الإصابة بعدوى فيروس كورونا. فإن اللجنة المنظمة للأولمبياد أكدت أن الحكومة في اليابان تنوي إقامة البطولة في موعدها. اليابان تصر على إقامة أولمبياد طوكيو، هذا هو القول النهائي حتى الآن من الحكومة اليابانية، والتي قررت في وقت سابق غلق حدودها أمام غير المقيمين من الأجانب بسبب الزيادة الأخيرة في أعداد المصابين بكورونا، لكن الإصرار على إقامة البطولة لا يزال قائما. يعني اعتقد انه ان شاء الله يعني خلال الايام او بالكثير قوي الاسابيع القليله القادمه هنعرف كلنا الاجابه على السؤال المتعلق بمساله تاجيل الاولمبياد من عدمه، ولو حصل ده هيكون تاني تاجيل، لان انت طبعا عارفه ان شهر 6 كان المفروض في 2020، بس عشان اللي حاصل طبعا في العالم كله وصعوبه السفر والانتقال وفي مطارات كانت قافله، فقالوا لا هنأجلها ل 2021. اما نشوف عموما كلها ايام ونعرف كلنا ايه اللي هيتم فيما يتعلق بهذه الاولمبياد. طيب هنتكلم معاكم عن رقم قياسي جديد تم تسجيله مؤخرا في موسوعه جانس للارقام القياسيه، يعني الحقيقه واحد من اغرب واهم الارقام، الرقم القياسي اللي هنتكلم عنه ده، وهو ابعد هدف في تاريخ كره القدم. حارس مرمى انجليزي هو اللي سجله من مسافه 96 متر. التفاصيل هنشوفها من خلال هذا التقرير، ثم فاصل، ثم عوده مره ثانيه ل 10 الصبح في الاهلي. اتفضل. هدف تاريخي سجله حارس مرمى دفع به الى موسوعه جينيس للارقام القياسيه،
الهدف غير مقصود سجله حارس المرمى توم كينج في فريق منافسه من دوري الدرجة الرابعة، كان بداية هذا الرقم القياسي الجديد، حيث أعلن موقع جينيس للأرقام القياسية عن تسجيل الحارس الإنجليزي توم كينج رقما قياسيا جديدا بعد تسجيل هدف لفريقه نيوبورت كاونتي من مسافة هي الأطول في تاريخ الساحرة المستديرة على بعد 96.1 متر. جاء هذا الهدف التاريخي خلال لقاء تشيلتنهام تاون في مباراة أقيمت ضمن دوري الدرجة الرابعة في إنجلترا، وشهدت الدقيقة 12 من المباراة تنفيذ الحارس كينج ركلة مرمى بتسديدة قوية قبل أن ترتطم الكرة بالأرض قبل منطقة جزاء تشيلتنهام تاون لتتجاوز جراء قوة ارتدادها أرضية الملعب وتتخطى حارس مرمى الفريق المنافس وتدخل شباكه. صادقت موسوعة جينيس للأرقام القياسية على تسجيل رقم قياسي باسم هذا الهدف باعتباره الهداف الأبعد، ليحطم الرقم القياسي السابق الذي سجله أسمير بيجوفيتش حارس مرمى ستوك سيتي السابق بهدفه في مرمى ساوثهامبتون عام 2013 بمسافة 91.9 متر. الهدف الجديد الذي حققه حارس المرمى توم كينج كان بوابته للدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية رغم أنه هدف غير مقصود، فقد علق كينج على الهدف بالقول: أنا سعيد بالتأكيد لأنني لم أقصد فعل ذلك، لكن الهدف سيظل حديث الملاعب للسنوات المقبلة. بمعنويات مرتفعة وطموح كبير يدخل منتخب مصر لكرة اليد مواجهة حسم الوصول إلى دور الثمانية بمونديال اليد أمام سلوفينيا وسط ترقب عالمي لتلك المباراة القوية. مجموعة مصر في الدور الرئيسي للبطولة يتصدرها منتخب السويد برصيد 6 نقاط، يلي فراعنة اليد بنفس عدد النقاط، وتأتي سلوفينيا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ثم الاتحاد الروسي ب5 نقاط أيضا، وبيلاروسيا بنقطتين، وأخيرا منتخب مقدونيا متذيل المجموعة بدون نقاط. أداء الفراعنة جعل جميع المنتخبات حذرة عند مواجهة أبناء النيل الذين يقدمون ملحمة تاريخية مهارية تكتب بحروف من ذهب في مونديال 2021، ويكفيهم اليوم التعادل أمام سلوفينيا للوصول لربع النهائي. بطولة العالم لليد لم ولن تتوقف فوائدها عند منتخب مصر الذي كتب اسمه بين الكبار في المانشيتات العالمية فحسب، بل سلطت جميع وسائل الإعلام العالمية الضوء على مهد الحضارات حينما تغزلت جميع الوفود والبعثات المشاركة في المحفل العالمي بمناخ مصر وطبيعتها الساحرة وانبهارهم بالأهرامات أحد عجائب الدنيا السبع حين زاروها والتقطوا عندها الصور التذكارية. كما أشادت الوفود أيضاً بكافة الإجراءات الاحترازية والنظام الطبي المتبع في البطولة ليكون المشهد بعنوان مصر تتحدث عن نفسها بكلمات شاعر النيل حافظ إبراهيم وألحان السنباطي وصوت أم كلثوم. مرحبا بحضراتكم، أول فقرة حوارية، وزي ما احنا كده شفنا هي مصر بتكلم عن نفسها في مونديال اليد، الحمد لله يا رب، سواء على يعني مستوى منتخبنا الوطني أو حتى بالتنظيم أو بتصدير الصورة الحضرية للناس كلها. النهاردة منتخبنا كمان في مهمة قوية، اللي احنا بنتكلم عن منتخب سلوفينيا إن شاء الله تحسم للأهلي، ونتكلم هنا يعني التأهل بقى لدور الثمانية، ويكفي كمان إن احنا نقول منتخبنا يعني التعادل بس بإذن الله هنفوز، احنا يعني مش عايزين بس نتعادل، عايزين ان شاء الله نفوز، هي هتكون مباراه قويه. هنتكلم على كل حال يعني عن المنتخب وكمان استغلال البطوله زي ما انا وكريم كنا بنقول في بدايه الحلقه سياحيا مع ابنه النادي الاهلي، هي منورانا مي هشام كابتن فريق يد الاهلي السابق وكمان مدير الترويج السياحي للاحداث الرياضيه بوزاره الشباب والرياضه حاليا. يا صباح النصر. صباح الفل. منورانا، اهلا بيكي، سعداء لوجودك معانا، وعندنا طبعا مواضيع كتير نتكلم معاكي فيها، وعندنا ملفين مهمين، يعني ملف يعني البطوله وكره اليد وفكره الترويج للسياحه، فعلا الترويج السياحي من خلال فعاليه دوليه بالمعنى الحرفي زي دي. فتعالي نبتدي معاكي من الاول خالص، بس نتوقف للحظات عند مباراه النهارده،
ورؤيتك لمباراة النهارده ولقاء مصر وسلوفينيا الساعة 7 ان شاء الله. مباراة النهارده قوية جدا ويتوقف عليها ترتيب ويتوقف عليها تحديد احنا فين وهنقابل هنقابل مين الناحية التانية من المجموعة التانية. فده مهم جدا ان احنا نكسب. يعني انا بعترض مع حضرتك التعادل مش لا يعني على فكره ده اللي انا بقوله مش عايزين بالظبط مش عايزين نقولها عايزين نقولها اصلا يعني الموضوع ده يعني عارفه هو بيقول لك ايه احنا ناس تقول لك يا رب ما نخسرش لا احنا عايزين نفوز ان شاء الله البطوله دي كلها تبقى مصريه باذن الله يا رب يا رب. طيب ماتش قوي وكان فيه ماتشات اقوى ولكن برضو الحمد لله احنا زي ما بتقولي كده مش بتحصل مفاجآت بس بنتوفق. يعني احنا برضو فريقنا مش سهل وعندنا لعيبه اثبتوا نفسهم. نتكلم كمان عن احمد الاحمر يعني وفي الاول وفي الاخر ده لاعب منتخب مصر اكيد فاداء رائع على الارض كان بيتم. خلينا برضو انت يعني الملف ده بتاعك ازاي شايفه رؤيتك كده ان شاء الله لو فزنا النهارده بقى اللي جاي ايه عشان برضو الناس تبقى فاهمه نبسطها لهم. بس لو كسبنا النهارده هنشوف النهارده تقريبا معرفش السويد هتلاعب مين هنشوف برضو النتائج. بس احنا عامه موقفنا جيد جدا لحد دلوقتي معانا 6 نقط والسويد معاها 6 نقط. احنا عوضنا بقى الماتش احنا عوضنا بقى التفصيله دي. سوليفينيا 5 نقط فيعني لازم نكون احنا متصدرين بالظبط على الاقل نطلع على صعيد مجموعة. على صعيد بقى الترويج للسياحه مفيش شك ان الكورونا الدنيا عالميا مش بس عندنا احنا بنتكلم على الصعيد العالمي كله. واكيد لو ما كانش في هذه الجائحه لو ما كانتش موجوده كان هيتم الاستغلال بالصوره الامثل لتواجد يعني مندوبين من العالم كله ودوله المختلفه في هذا المونديال. فالى اي درجه الكورونا اثرت على يعني حجم الترويج للسياحه المصريه من خلال هذه الفعاليه؟ هي انا هتكلم من ناحيه فنيه الاول. اوكي انه عدم وجود الجمهور هو اثر علينا احنا ومش هيبان دلوقتي هيبان في الادوار اللي فوق الاصعب. هنبقى محتاجين جدا او منتخبنا محتاج جدا دعم الجمهور يعني الجماهير تبقى معاه ويحسوا قد ايه احنا معاهم وقريبين منهم جوه الملعب. فده طبعا اتحرمنا منه وبقينا زينا زي الغرب. مظبوط. اعتقد قصه ان احنا نروج سياحيا احنا ما روجناش قد ما المنتخبات نفسها روجت لينا من خلال الفيديوز المضحكه اللي هم عملوها زي منتخب المانيا وهم بيحلقوا شعرهم لبعض وحاجات كلها كوميديه جدا عملوها جوه الاوتيلات. الصور اللي اتصوروها اليابان وهم عاملين الجوله بتاعتهم في الهرم كل دي هم عملوها وصوروا نفسهم وبعتوا الصور وحطوها على السوشيال ميديا. فده بالنسبه لنا ترويج كبير جدا هم اللي عملوه كمان مش احنا. يعني احنا اتضرينا ان احنا ما كانش في ناس يعني مرافقين للمنتخبات او ناس تيجي معاهم او جماهير ليهم يجوا. اتضرينا من التفصيله دي ولكن يعني الحمد لله ربنا كرمنا بالظبط بالظبط لان هم مرتاحين. يعني النجاح الاداري خلينا نتكلم هو كان في اول البطوله والتنظيم احنا تخطينا بقى المرحله دي الحمد لله. المنتخبات بدات ترتاح نفسيا واحنا بدانا نطمن على شكل البطوله وان الدنيا تمام. بدانا بقى نخش في التفصيله الثانيه بقى المنتخبات بدات تطلع اللي عندها مفاجات بدات تحصل طبعا. تطور اداء رهيب لبعض المنتخبات اللي ما كانتش في الحسبان اصلا. فده معناه ان اللعيبه ارتاحت وبدات تركز في البطوله نفسها بدات تخش جوه الاجواء. يعني بصراحه ادائهم يعني عشان ابقى صادقه معاكي ناس كتير حتى على كانوا مش يعني في الاول ما كانوش فاكرين الفرقه عندنا او المنتخب بتاعنا يعني القوه دي. فهم ابهرونا كلنا طبعا مش فكره ان احنا مش واثقين فيهم بس فعلا احنا شفنا اداء عالمي. يعني انا مش بجامل المنتخب بتاعنا بس فعلا احنا عندنا لعيبه محترفه يعني على المستوى خلينا نقول الدولي. هروح بقى بما ان احنا خلاص فتحنا ملف الترويج السياحي. بصي السياحه الرياضيه ما زي ما انت عارفه ده ملف برضو ملف قوي جدا وملف بيجيب عائد كبير جدا ودول بتشتغل عليه. يعني هي بتخلق احداث رياضيه علشان تروج للسياحه بتاعتها. مصر يمكن مش من الدول اللي محتاجه تخترع هي عندها ما يكفي من امكانيات اصلا ويعني ربنا رازقنا بحضاره هي بايعه نفسها زي ما بيقول. يمكن فكره كورونا انا مع كريم جدا ان هي اثرت طبعا ولازم كان يبقى في جمهور وغيره ولكن انا من الناس اللي شايفه
التكنولوجي في السوشيال ميديا. والتكنولوجي انا ممكن اروج للمنتج بتاعي من غير ما اي حد يجي لي اصلا. فده ملفك، ازاي ممكن نشتغل على فكره هنا الترويج من خلال السوشيال ميديا مهما كانت الظروف اللي بتحيط بينا؟ بقى هو فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح ملف مهم جدا ان احنا نبتدي نروج للبحر الأحمر ولجنوب سيناء وغردقة وشرم، ونحط ملف ترويجي إعلامي على السوشيال ميديا ونبيعه للدنيا كلها. فدي فالدولة شغالة من اتجاهات، من اتجاهات تانية. يعني دي لجنة كبيرة من وزارات معنية على أعلى مستوى، إزاي نعمل مادة ترويجية إعلامية تزاع في العالم كله علشان نقوم الدنيا. واعتقد البطوله فرقت معانا قوي، فرقت معانا قوي ان تقول ان مصر فيها عوامل امان كافيه ان انا اروح اتفسح فيها. فيمكن يعني الدوله كلها بتتحرك في الاتجاه ده، مش بس احنا، يعني يا دوبك احنا معنيين فيما يخص الرياضه فقط، انما الدوله كلها بتتحرك. طب تعالي نرجع لنفس من شويه والتاثير السلبي لكورونا، ولكن بعيدا عن المونديال، اكيد انت برضو بحكم يعني انت مسؤول عن هذا الملف، ملف الترويج للسياحه من خلال الانشطه الرياضيه والفعاليات الرياضيه المختلفه، برضو حجم التاثير عليكم بقى وعلى الخطه اللي انتوا كنتوا حاطينها من اول ما يعني بقيت انت مسؤول عن الملف ده، اكيد كان عندكم خطه طموحه مش متاخد في الاعتبار فيها ان هيبقى في حاجه اسمها جائحه كورونا هتقعد كل العالم في بيوت. اكيد. فانعكاساتها ايه بقى على الخطه اللي انتوا كنتوا حاطينها، وايه اللي منها ممكن يتأجل وإيه اللي منها مضطرين تلغوه؟ في حاجات بتبقى الاتحادات، طبعا احنا عندنا أجندة للاتحادات المصرية وبطولات رسمية موجودة في الأجندة بتاعتنا، وفي حاجات وإيفنتات وأحداث رياضية وفعاليات للقطاع الخاص. طبعا الاتحادات الموضوع قل جدا، فممكن في السنة نعمل 5-6 أحداث رياضية فقط. كان بيترتب عليه ان في ناس مرافقه للمنتخبات بتيجي او للفرق اللي بتيجي، الكلام ده طبعا وقف. فبقينا بنشتغل بس على الناس المشاركه في الحدث. لكن المنتخبات نفسها من غير المرافقين يعني، هل نظرا للظروف الحاليه والفقاعه الطبيه مفيش بقى الرحلات اللي كانت متوقع ان هم يطلعوها والصور طبعا ده كان يعني كان هيبقى لينا شق كبير جدا في البطوله، وللأسف يعني خسرنا، ولكن اتعوض بطريقة غير مباشرة زي ما أنا قلت لحضرتك. بس طبعا كنا يعني عاملين جولات، وأصلا الأماكن اللي معمول فيها الصالات بتاعتنا والتجمعات الأربع صالات بتاعتنا حواليها أماكن طبعا. يعني في منتخب راح الساحل وتصور مع المية برج العرب. فيعني قصدي انه احنا كنا مرتبين من الاول، او يعني الحمد لله توفقنا ان احنا نختار الاماكن، وبنيتنا التحتيه يعني مخدومه، وفي حاجات بتضلل عليها زي ما بيقولوا اوتيلات، اماكن سياحيه، مزارات. فكنا هنشتغل شغل متكامل، ولكن يعني الحمد لله مهم بس المنتخب يكسب. احنا في المرحله دي دلوقتي ان شاء الله. لا بس فعلا عايزه اقول لك كمان، اكيد احنا كلنا تابعنا وانتوا اكيد وصل لكم ان في ناس كانت بتقول او بتراهن على ان التنظيم مش هيكون بالشكل الملائم، والصالات مش عارف هيحصل فيها ايه، ويا جماعه انتوا يعني الثقافه دي ما زالت عندنا. بصي الدول كلها بتتجه لفكره الترويج والسياحه الرياضيه زي ما احنا كنا بنقول، والبعض عندنا لسه فكريا معتقد ان ده ترفيه، مع ان ده بالعكس ده اصلا اساس العائد وبيساعد في زياده الاقتصاد، ويعني يعني عايزه اقول وزياده الدخل وكل حاجه، يعني هي أكيد مربوطه. بس أكيد في ناس ما عندهاش هذه الثقافه. احنا كمان بنشتغل على ملف جديد، ملف المعسكرات، سياحه المعسكرات. ويمكن دي من الحاجات اللي احنا اتناقشنا فيها مع السياحه والاثار والتفاصيل دي، انه ازاي نجيب المنتخبات عندنا ويبقى المنتخبات الرياضيه او الفرق الرياضيه، لان ده مش يعني لازم بيبقى فيه اوتيلات على اعلى مستوى، ولكن ما فيهوش جيم بالشكل المطلوب للمنتخبات دي البروفيشنال. ما فيش التراك او الملعب او الصاله القريبه منه. فيعني ربنا يوفقنا باذن الله، عاملين حاجه كده انه يبقى فيه براند للقصه، او يبقى فيه اعتماد للاوتيلات اللي عندها
بنية رياضية خاصة للمعسكرات. حلوة دي، حلوة جداً. ودي من زي الستارز كده، هيبقى فيه، لا الأوتيل ده عنده سياحة، عنده معسكرات. الملف ده احنا كان عندنا فيه قصور السنين اللي فاتت، زي ما عندنا قصور برضو على الصعيد بعيداً بقى خالص عن الرياضة والمونديال، حتى على صعيد السينما يا نهوان. انت بلدك فيها شوية لوكيشنات للأسف الشديد في دول تانية قريبة مننا زي المغرب مثلاً، عرفت تستغل الصحراء اللي عندها في تصوير أعمال سينمائية عالمية على أرضها، قيسي على كده بقى حاجات كتير. طيب على كل الأحوال هنرجع للنقطة دي، بس الأول أستأذنك الأول نشوف مع بعض تقرير هنتعرف من خلاله على الرسائل الجماهير وجمهور مصر تحديدا لمنتخبها في كرة اليد، ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. اتمنى المنتخب مصر ان شاء الله ناخد كاس العالم هنا بتاع الهاند بول، واللعيبه بتاعتنا لعيبه ممتازه ولعيبه كويسه جدا وعلى قيمه عاليه من الاداء. ما شاء الله عاملين اداء كويس جدا، ولعيبه رجاله وبيقدوا باحسن اداء عندهم، ودايما بيلعبوا ان هم بيلعبوا على المكسب، ومش مش في دماغهم بيلعبوا مين. ان شاء الله باذن الله البطوله دي مش هتخرج من مصر، احنا فريقنا قوي، عندنا عناصر محترفة كتير موجودين، والحمد لله إن شاء الله يقدروا يسعدونا ويسعدوا الجمهور المصري كله. هو أداء كويس وممتاز، ويوم الحمد لله ماشيين كويس، وإن شاء الله بتمنى لهم التوفيق، إن شاء الله يوصلوا الأدوار اللي جاية، وإن شاء الله نوصل، يعني ربنا يكرمنا نبقى من ضمن الأربعة أو السبعة إن شاء الله موجودين. ما شاء الله ربنا يحرسهم، يعني أداء كويس جدا، رائع، أكتر من رائع كمان، يعني زين عامل برضو أداء عالي جدا. ولغايه دلوقتي يعني اداء مشرف، وفرقه يعني بتلعب برجوله يعني، وان شاء الله نحقق البطوله وناخد يعني المركز او باذن الله. ما شاء الله عليه، كل ماتش بيثبت ان هو قد البطوله وقد ان هو ممكن يعمل المستحيل عشان يفرح بلده. واتفرجت على الماتش بتاعهم بتاع امبارح، ما شاء الله عليهم بيتطوروا بسرعه، وانا حاسس ان متفائل خير، وان شاء الله هيفرحوا بلدهم. اداء رجولي طبعا، واحنا متعودين على كده منهم، وهم لعيبه كبار، وان شاء الله البطوله عندنا في مصر وهنخرج بيها من مصر باذن الله، نكسب البطوله ونصدر المجموعه ان شاء الله. هو طبعا منتخب مصر لازم نشجعه طبعا، واقف معاه منتخب مصر، ودي مصر وبلدنا يعني. والله ربنا معاهم، احنا بنتمنى ان هم يكسبوا، يا رب ربنا معاهم. يعني انا بشوف ان التعليقات دي كلها فيها ثقة، فيها يعني كمان رغبة في فوز، فيها ناس عندها امال، عارفة كل ده بيندرج تحت فكرة تغيير الثقافة كمان في مصر يعني، وفكرة ان الدولة زي ما قلنا اهتمت بالرياضة ورياضات مختلفة مش بس كرة القدم، ده خلى الرياضات دي تاخد كمان اهتمام اكتر، وكمان تبقى ليها ترويج عند الناس بشكل اكتر. يعني انا بتهيالي ما كانش من سنة الناس عارفة عن كرة اليد مثلا زي دلوقتي، فهماني؟ واللعيبه بتوعهم مش معروفين زي دلوقتي، يعني تحية كبيره، وان شاء الله زي ما كلنا كده بنتمنى يكون الفوز باذن الله مصري. نقطه بقى يا مايل كريم كان بيقولها لك، اعتقد انها مهمه جدا، ويمكن ده جه في اذهاننا كتير، شفنا مسلسلات مختلفه لدول مختلفه بيظهروا جمال بلدهم. طبعا الدراما بتحمل السينما القبيح والجميل، لان كل دوله فيها القبيح والجميل، ولكن احنا ليه فعلا ما بنستغلش الترويج السياحي من خلال الدراما والسينما زي ما كتير بيستغل ده؟ فدي نقطه عايزين نامل ان في المستقبل يكون فيها تطور اكيد. هو في القصه دي احنا عندنا مثلا بطوله الاسكواش في الهرم بتتعمل، الجونه بنعمل فيها بطوله برضو اسكواش، بقى في احداث يعني، بقى القرعه نفسها موجوده اتعملت حتى في الهرم، احنا بنعرف نشتغل على الملف ده. وبصراحه كل قطاعات الدوله يعني بتساعد ان هي نستضيف الاحداث دي وننظمها ويبقى كلنا شير فيها، مش بس رياضه ومش بس سياحه. بالظبط، هي لجان، واحنا بنشتغل على ده يعني بشكل مكثف، ولكن لازم البطوله تيجي مصر، وبالذات في البطولات الكبيره بيجي لجان من الاتحاد الدولي ويبصوا ويشوفوا، زي ما عملوا طبعا في الهاندبول وبيعملوا في كل الايفنتس الكبيره مع كل الدول طبعا، بيبصوا ويشوفوا هل يسمح، هل ينفع، هل ما ينفعش. فبرضو احنا يعني لو علينا نعمل كل الاحداث بتاعتنا في اماكن سياحيه، ولكن بنبقى مقيدين شويه
علشان الإطار الرياضي وبعض التعليمات والإجراءات اللي لازم نحن طبعا نحترمها. طيب رجعينا بقى للمونديال وللمنتخب مصر كرة اليد، وشايفة مشواره في البطولة دي لغاية اللحظة اللي احنا فيها عامل ازاي؟ هل عندك تحفظات على حاجات معينة؟ هل اتفاجئتي بأمور معينة متعلقة بمنتخبنا؟ او حتى انت كنت من شويه بنتكلم قبل ما نشوف التقريره على ان ساعات برضو الامر لا يخلو دائما من وجود مفاجآت متعلقه بالفرق الثانيه، يعني فاهم ازاي؟ ايه المفاجآت اللي انت شفتيها لغايه دلوقتي في البطوله عموما؟ هي في مفاجاه لسه امبارح الارجنتين وكرواتيا. يعني احنا كنا بنقول لو طلعنا تاني مجموعه يا رب نخبط في كرواتيا الناحيه الثانيه. الارجنتين طلعت فوق في الجدول، طلعت فوق كرواتيا ولسه عندهم ماتش النهارده، فكل الناس على اعصابها او بعد بكره مش النهارده، فكل الناس على اعصابها، والاهم ان احنا نكسب النهارده، وهو ده اللي علينا. ما نفكرش يعني، دايما كنا بنقول كده في الملعب ما نشغلش بالنا بالتفاصيل اللي بره، احنا عندنا نقطتين مهمين لازم ناخدهم من ماتش سلوفينيا. ماتش سلوفينيا قوي جدا لانهم عملوا جيم يعني رائع مع السويد وتعادلوا في اخر ثانيه. السويد مش خصم سهل خالص، مش خصم سهل طبعا. وبصراحه عندهم جرأة، يعني انا شفت منتخبات كتير عامله مفاجآت رهيبه. البرتغال عامله ماتشات تحفه، اليابان امبارح هي والدنمارك الماتش، يعني انا بنهج قاعده بتفرج بنهج. الماتش سريع جدا والطريق. احنا بقى منتخبنا احنا اخباره لا، منتخبنا يعني ماشي بخطى ثابته، ولو ان احنا اتكعبلنا كعبله صغنونه مع السويد، ولكن انا شايفه ان هي في مصلحتنا. يعني ساعات بيبقى في خبطه كده للتفويق، تفوق الناس وترجعهم جوه الاجواء ويحسوا يعني شويه. الواحد لما بيحس يعني بالظبط لما بحس طعم الخساره وقد ايه انا متضايق، ببتدي اتلافى ده في الجيم نفسه. لا مش هحس كده تاني، انا لازم اموت نفسي. فهو جه في وقته لانه قابل للتعويض، والحمد لله. وزي ما حضرتك قلت في حاجات بتحصل من حوالينا زي تعادل سلوفينيا مع السويد، ويعني في خبطات حصلت في مصلحتنا. فدي احنا قدامنا فرصه كبيره على كل الاصعده، واتمنى انا زيك برضو اكيد وكلنا ان يعني مصر تتقدم جدا كمان. وعايزه اروح معاكي لان انا بقى اللي بيهمني كمان حراس المرمى، يعني عندنا كريم هنداوي ومحمد الطيار والاثنين اسمين تقال، ويمكن شفنا كمان في الماتشات بشهاده الكل لعبوا لعبه محترم جدا. ف يعني عايزك تكلميني اكتر عن حراسه المرمى. بيقول لك الهاند بول اصلا حراسه مرمى، يعني مين هو؟ في مقوله دايما يقول لك 50% من الفرقه الجول كيبر. فاحنا بالنسبه لنا لا، يعني انا شايفه عامه في البطوله كلها مستوى حراس المرمى زايد بشكل مش طبيعي. يعني بيبقى انفراد واحنا قاعدين في البيت الجون ايه ده، مش جون ايه ده، في ايه. فالموضوع بقى لا، في تطور كبير جدا في المستوى ده، طبعا تبعا لتدريبات وتبعا لتقنين احمال والنظام الجديد في التدريب وشغل كبير جدا بيتعمل للعيبه او بالذات لحراسه المرمى. فانا الحمد لله احنا مش بعيد، لا احنا يعني الحراس بتوعنا لا يقدروا يشيلوا منتخبنا، واعتقد احنا لاحظنا ده بالظبط. يعني الحمد لله يعني قافلين الجون وفي ثقه متبادله بينهم وبين اللعيبه، ودي اهم حاجه ان اللعيبه تبقى مطمنه ان وراها جون. طبعا لان الثقه دي يعني بتبان قوي في الملعب. طبعا بالظبط طبعا بتبان قوي 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 في الملعب. طيب برضه الجزئيه المتعلقه بمساله الفقاعه الطبيه، وده كان مصطلح حتى يعني مش مطروق قوي من قبل كده، مش مسموع كتير. الى اي درجه احنا نجحنا كدوله في تطبيقه بكل تفاصيله وبكل حذافيره، وايه حجم انعكاسات ده على الفرق؟ يعني هل في اشاده بتنظيم مصر للبطوله بشكل عام وخصوصا على الصعيد ده فيما يتعلق بمساله الفقاعه الطبيه؟ سمعتي ايه عن النقطه دي؟ هي الفقاعه الطبيه طبعا هو مصطلح تم تفعيله لاول مره عندنا. انا بشفق على كل الناس اللي شغالين في البطوله في كل الصالات وفي كل الاوتيلات، لان مش بس اللجنه المنظمه لا، كمان الاستاف اللي شغال في الاوتيلات طبعا، الاوتوبيسات، كل حاجه
بيتم تعقيمها والمحافظه عليها. ان انا بس يعني عايزه اقول حاجه، ان الاوروبيين او الدول بالذات الاوروبيه بيجوا لا احنا خايفين على نفسينا، احنا يعني هم شويه عندهم تخوف في القصه دي، واعتقد ده كان ظاهر قبل. في ناس عملت بعض التصريحات على السوشيال ميديا قبل البطوله، فاحنا قلقنا كلنا ايه يعني الناس مش هتيجي ولا ايه، بس الحمد لله ناس جت، وطالما هم بداوا يصوروا نفسيهم ويعملوا الفيديو يبقى هم كانوا قلقانين، ولما شافوا اطمنوا فبداوا يلعبوا. بس هو مش المفروض ان اي منتخب قبل ما بيوصل بيوصل قبليه مندوبين عنه عشان يتاكدوا من اجراءات السلامه والى اخره؟ اكيد اكيد. وهم لما يعني في الاول ما هو مش قبليها بفتره قليله، قبليها بفتره يعني مش في يوم او يومين، لا بس اسبوع 10 ايام. كان كلنا عندنا تخوف يا ترى ايه اللي هيحصل، فكنا قلقانين من التفصيله دي، يا ترى البطوله، طب الناس مش هتيجي، طب ايه. وفي ناس اعتذرت لان عندهم طبعا حالات. طبعا. والحمد لله الاتحاد الدولي كان مجهز بدايه انه فلان حضرتك هتيجي مكان كذا، فمشي سويسرا جه، وشفنا اللعيبه وهي مبسوطه جدا، يعني في لعيبه ما كانتش تحلم ان هي تيجي كاس عالم، ويشاء العلي القدير ان هي تحضر النسخه دي وهي اصلا مش مؤهلين اساسا. فدي كانت من الحاجات اللي طمنتنا، هم جم واتطمنوا وبداوا يلعبوا. فهو ده اللي انا عايزه اقوله، بداوا يتصوروا ويهزروا ويضحكوا، ويمكن في لقطه انا مش في البطوله يعني مش جوه البابل، ولكن انا شفت لقطه بين الشوط الاول والثاني لما بيجيبوا الاستاتستكس اللي بتتعمل، فبتبقى الكاميرا لسه على الملعب، في ناس مجهزه طبيا بالزي المعقم القوي ده البروتوكول، وبيعقموا دكه البدلاء لان هيتم التبديل. فهم بيعقموا كل حاجه يعني شغل على مستوى دولي يعني، وده مهم ان الناس تشوفه علشان هم يبقوا مطمنين على منتخباتهم، يعرفوا ان احنا قد الخطوه دي. احنا مش شبه ما كانش عندنا شك ان احنا قدها يعني اصلا. لا بس هو الحديث عن قصه ان احنا عايزين نثبت للعالم، يعني انا بحس ان احنا مش محتاجين نثبت لحد حاجه، هي مصر اصلا كبيره، ولو احنا لا مش بقول كلام بجد والله، احنا اصلا حقيقي. دوله كبيره ودوله قد انها تعمل احسن مؤتمر أكيد. واكبر مؤتمر في الدنيا، وده يعني على ارض الواقع اهو بيتم، ولكن احنا كنا حابين ايه نطلع من ده بشويه ترويج للسياحه أكيد. وطبعا اكيد كمان بعد ما المونديال يخلص انا متاكده ان وزاره الشباب الرياضه والملف ده انتوا بقى هتشتغلوا عليه بعد كمان بينتهي، مش بس في فتره اللي هو شغال. لكل حال بنتمنى دايما التوفيق يعني يا رب لمصر والمنتخب المصري واللعيبه بتوعنا، عندنا امال كبيره جدا فيهم باذن الله يرفعوا راس مصر. شكرا ليك يا مي جدا. طيب احنا هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم فقرات. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم. الحقيقه في الفتره الاخيره لاحظنا ان في كتير جدا من الاهلاويه ابتدوا يتكلموا عن اداء الفريق وعن التاخير تحديدا في احراز الاهداف، وساعات بيبقى لهم كمان بعض التحفظات فيما يتعلق بمساله التشكيل وحتى التبديلات، بس الحقيقه هم بيتكلموا في الكلام ده من غير ما تهتز ولو لثانيه واحده ثقتهم في فوز الفريق بتاعنا في نهايه الامور. لكن برضو اكيد ما ننكرش ان ما بين قلق التاخر في الفوز والثقه فيه في عوامل كتير، العوامل دي تحديدا هي اللي هنتكلم فيها النهارده ومن خلال هذه الفقره بالتحديد مع زميلنا وصديقنا الاستاذ خالد الاتربي رئيس القسم الرياضي بجريده الشروق. صباح الفل عليك ومنور الدنيا. صباح الفل يا كريم، دوركم صباح الفل النهارده، دوركم ودايما منورين الدنيا. صباح الخير عليك يا استاذ خالد، واحنا سعداء انك معانا لان احنا متاكدين هنلاقي اجابات عن يعني ملفات شائكه وحاجات مثيرة للجدل، هنعرف منك رايحة على فين، فأنا ده متأكدة وبأكد كمان إن ده هيحصل إن شاء الله، والجمهور خليه يتابعنا. مش أنا هبدأ معاك بقى بنرجع كده للمباراة الأخيرة والأهلي والمقاولون العرب، واللي حصل في الماتش كان غريب لو صح التعبير. إحنا خسرنا في الشوط الأول جولين، والشوط الثاني قلب الموازين، بس لحد دلوقتي احنا مش فاهمين هو ده ليه حصل اصلا. وجهه نظرك بقى، ايه الخطا؟ فين الثغره؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ بص خليني اقول لك ان انا اسعد ان انا موجود معاكم الاول. تمام. فكره التاخر في الشوط الاول امام المقاولين العرب ده كان طبعا مفاجاه للكل،
كل يعني مفاجاه للجهاز الفني، مفاجاه للعيبه، مفاجاه للجماهير، مفاجاه لكل المتابعين. في ناس كتير جدا فكرت خلاص ان المباراه في طريقها للنهايه، ان النادي الاهلي هتبقى اول خساره بالنسبه له. انما كان في هنا نقطه فاصله دايما ما تراهنش على خساره النادي الاهلي. يعني دايما الاهلي كان بيلعب بايرن ميونخ تقريبا في سنه 2011 او تخون الذاكره يعني ماتش ودي، فالاهلي قدم مباراه كويسه جدا 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 وفي النهايه خسرنا. فكان مانويل جوزيه المدير الفني للنادي الاهلي وقتها، انا كنت حاضر الماتش وحاضر المؤتمر الصحفي كان في قطر تقريبا، واتكلم قال لك انت تلعب 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 ثم يفوز الالمان، هو ده المثل. انت برضو هنا في مصر انت تلعب 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 ثم يفوز الاهلي، دي حقيقه، دي الروح اللي الموجوده عند النادي الاهلي، دي مش شعارات. لو مسكنا تاريخ كل مباريات النادي الاهلي، النادي الاهلي صعب جدا جدا انه يسلم بسهوله انه يخسر. في عوامل كتير جدا بتدفعه ما ينفعش اخسر، سواء انك تكون في الصداره، سواء انك تكون ليك جماهير مش هتقبل انك تخسر، ليك جماهير اصلا لما بتكسب ويكون ادائك ما يليقش بالنادي الاهلي او مش على مستوى لعيبه النادي الاهلي او النادي الاهلي، لا بتلاقي فيه 80 90 مليون ناقد رياضي بيتكلموا المفروض كان المدرب عمل كذا، المفروض اللعيبه كان عامل كذا، المفروض كان يلعب كره عرضيه ما كانش يشوط. في اللعيبه حاطه كل دي في اعتباراتها، فلازم دوافع كتيره كانت قدام لعيبه النادي الاهلي ان ده انك ترجع في المباراه. اعتقد ان اللي حصل بين الشوط الاول والشوط الثاني ده اعترف بيه موسيماني في المؤتمر الصحفي، وقال ان احنا بنتاخر او بندخل المباراه بشكل متاخر وده هيخلينا نعالجه خلال الفتره. خصوصا ان استاذ خالد ما كانتش موجوده الطريقه دي او الثقافه دي ما كانتش موجوده معانا في الدوري لسه واخدينه يعني. بالظبط بالظبط. انما هو لازم انت كمدير فني طالما انا اللي طمني ان هو اعترف بده، بتعترف بده قبل مباريات مهمه، مباريات مهمه في الدوري او في كاس العالم الانديه، عندك مباراه بيراميدز، عندك مباراه الدحيل في الاول، فانك تعترف انك ما ينفعش انك تتاخر او ما ينفعش حتى انك تضيع اهداف بسهوله في بدايه المباريات، ده بيفرق معاك. يعني لما تبدا تسجل قدام اي فريق بيلعبك بيفتح الامور معاك، بدل ما بتلاقي في فريق متكتل كل ما بيعدي الوقت معاه كل ما بيحس بثقه اكبر انه قادر يحافظ على نتيجه المباراه قدام النادي الاهلي، وبالتالي بتزيد الدوافع، بتزيد الروح القتاليه عنده بحيث انا ممكن اطلع بنتيجه ايجابيه وليه لا. انما لما بتقتل امل او طموح الفريق اللي قدامك بدري بيفتح المباراه معاك، وده اللي المفروض يعمله الفتره النادي الاهلي او اللي قال عليه موسيماني ان انا هعمله الفتره اللي جايه ومش هفرط في ده. فنتمنى ان ده يكون موجود الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. طيب يعني رجوعا بقى للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها استاذ خالد، فكره ان في جماهير كتير بيبقى عندها تحفظات لما بنتاخر في تسجيل الاهداف بغض النظر عن النتيجه، يعني كام عموما المبدا نفسه والفكره في حد ذاتها بتؤرق كتير جدا من الجماهير. هل ده بيخلي ان الجماهير بتشكل ضغط على اللعيبه وعلى الجهاز الفني؟ مش بقى بشكل غير مباشر، ده بشكل مباشر وخصوصا في يعني في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي والتويتر والسوشيال ميديا والى اخره. هل الطموح الزايد، وهو طبعا شيء منطقي جدا عند جمهور بيشجع فرقته مش متقبل غير انه يفوز، مش قادر يهضم فكره التعادل في حد ذاتها ناهيك عن الخساره، فهل التفصيله دي عند الجمهور ممكن تجيب نتيجه عكسيه مع اللعيبه ومع الجهاز الفني؟ لا، ولو ما حصلش ده ما يبقاش ده دي جماهير النادي الاهلي وما يبقاش اللاعب اللي موجود في النادي الاهلي يستحق انه يلعب في النادي الاهلي. ليه؟ اي اللي يفرق بين لاعب في النادي الاهلي واي لاعب اخر هو الضغوط دي. في ضغوط بتزيد اكتر بكتير جدا عن الضغوط اللي موجوده، بتلاقي لاعب الاهلي ثابت عارف بيعمل ايه. في لعيبه كتير جت النادي الاهلي ومشيت على طول، بيكون متالق بشكل كبير، ممكن يكون نجم الفريق بتاعه قبل ما تجيبه ثم يدخل عندك وطلع مصطلح اللي انت عارفه فانيله الاهلي تقيله عليه تقيله عليه. ما هو اي حد ممكن يلعب كوره يبقى متالق ويبقى كويس، مش اي حد طبعا، اللي عنده مهاره، انما شخصيه. انت اللي يهمك شخصية اللاعب قبل مهاراته. ممكن تلاقي شخصية عالية جدا وكويسة جدا وتليق بالنادي الأهلي، ممكن تبقى أقل مهاريا من لاعب تاني بس هو اللي بيكمل في النادي الأهلي، ممكن يبقى نجم من النجوم التاريخية للنادي الأهلي، ولو جيت بصيت بينه وبين إمكانيات لاعب تاني هتلاقيه عادي جدا على فكرة. بس اللي فرق إيه؟ إن ده لاعب قادر يتعامل مع الضغوط، قادر يتعامل مع كل شيء أو كل المستجدات اللي بتحصل
فبتلاقي انه مكمل مع النادي الاهلي وهاضم قيم النادي الاهلي بالظبط. وبتلاقي لاعب بيكون عندك نجم يجي عندك نجم وبينطفي بيخرج من عندك بيرجع يتالق تاني. هي دي الفكره. هو ما قدرش يتطور او ما قدرش يصدق انه يكون في النادي الاهلي. في لعيبه حلمهم طول عمرهم انه يوصل او يدخل النادي الاهلي. خد بالك من دي كويس قوي. الحلم هو بالنسبه له كده الحلم اتحقق فخلاص مش عايز يكتمل خلاص هو كده وقف. هو انا عملت اللي انا عايزه. انما في لاعب حلمه بيبدا من دخول النادي الاهلي. اوكي. وده الفرق بقى الكبير اللي طبعًا. بيظهر بعد كده طبعًا. طيب بما بقى ان احنا ذكرنا اللعيبه الجداد والاداء والكلام ده كله خليني اروح معاك برده ولان ده بيتردد فكره يقول لك بواليا والتر بواليا لاعب طبعا كان هداف يعني وفي الجونه كان عامل شغل كبير جدا ولكن لسه لحد دلوقتي ما اثبتش نفسه مع الاهلي. هل الكلام ده من وجهه نظرك استاذ خالد صح ام لا؟ خلينا نتكلم في جزئيه مهمه الاول. هنا مش انتقاد بقى للمدير الفني انما هي مدارس. في مدير فني يقول لك انا محتاج اللاعب بسرعه فانزل بيه المباريات بسرعه, وفي واحد يقول لك لا طب ما نديله نص ساعة في ساعة الا ربع ويبدأ ينسجم مع اللعيبة. اللي انا شايفه مع بواليا هي فكرة انسجام مش اكتر. لانه لسه مش عارف تحركات زمايله, لسه مش عارف اللي جاي من ورايا ده اديله الكرة بشكل عادي ولا يعني بشكل هادي ولا اديله كرة سريعة فهيديها لي. الكرات المرتدة ما بكونش حافظ تحركات زمايله, لان في كرات مرتدة جدا حصلت في الماتش اللي فات انك في كرتين مرتدتين في الربع ساعه الاولانيه كان ممكن جدا لو في انسجام بين الرباعي اللي في الخط الامامي منهم بواليا كانت العمليه بتمشي سلسه وتقف عند بواليا بتتكسر. ليه؟ لانه مش عارف تحركات زمايله لسه. هي دي النقطه الفاصله بالنسبه لبواليا. انما بواليا لاعب عنده شخصيه, لاعب عنده تجربه مع الدوري المصري, لاعب قوي, لاعب سريع, لاعب هيدر, لا لاعب عنده كل الامكانيات والمقومات اللي هتخليه ان شاء الله يبقى كويس. هتقول لي طب انت لسه قايل ان في شخصيه وفي فانيله تقيله وفي ماشي, بس هو ده اللاعب اللي واضح قدامنا من تحركاته واستلامه وظهوره في الماتش. لا عنده يعني مساله وقت وممارسه. انا شايف كده نفس اللي كان حصل مع فلافيو. انا اعتقد ان شاء الله يعني اعتقد كمان ان بدايه بواليا يعني اللي هتكون كويسه واللي هتقنع هتكون مقنعه لجماهير النادي الاهلي مش هتتاخر زي ما اتاخرت بدايه فلافيو. انما الفتره اللي جايه لا لازم نكون ندي الثقه احنا للاعبتنا وهم يكونوا برضو على قدر المسؤوليه, واعتقد ان شاء الله باذن الله هيكونوا على قدر المسؤوليه الفتره اللي جايه باذن الله. جميل. طيب من غير ما نسحبك قوي بالكامل لملف التحكيم بكل ما له وما عليه, ولكن هقف معاك بس عند التفصيله دي تحديدا. كيف رايت طلب بيراميدز لاستخدام حكام اجانب لاداره مباراتهم ضد النادي الاهلي؟ طيب احنا هنا هندخل كده على ملف كده كامل دلوقتي, وهو خليني ابدا معاك لتقرير انتوا زعتوه في جزء, وهو الحارس اللي دخل توم كينج اعتقد اللي دخل موسوعه جينس. جينس على فكره انا مش اللي لفت انتباهي لقطه الجون ولا دخول الموسوعه, لفت انتباهي تصريحه ان انا مش قاصد ان انا اجيب الكره دي. عارف لو عندنا هتلاقي الحارس يقول لك ايه انا شفت الحارس متقدم طبعا وقعدت اتمرن عليها طول الوقت فرجعت وشط الكوره وخليتها تخبط, هو اللي خلاها تخبط في الارض بالك وخليتها تخبط في الارض وتطلع من فوق الجول. الصدق يعني انت تكون عندك مصداقيه في التعامل, هي دي مشكلتنا انك تكون صادق في التعامل صح. اللي انت بتعمله ده اللي بيحكم كل اللي بيحصل في الساحه الرياضيه خلال الفتره اللي فاتت كلها. بمعنى ان كل واحد لو شاف نفسه ان له ما له وعليه ما عليه مش هتبقى كل القصه دي شغاله اللي احنا فيها. يعني بتلاقي امبارح مثلا اللي لفت انتباهي اولا في بيان صدر من اتحاد الكره امبارح بيطالب الاعلام الرياضي بمسانده التحكيم وان يكون التحكيم ده عنصر وطني ولابد ان احنا نكون وراه وان احنا ما نكونش احنا اللي بنكسره واحنا اللي بنهدمه واحنا اللي بنعمل. جميل جدا, انا متفق وانا اول واحد ممكن معاكم يطالب بده, بس احنا لازم نسال السؤال لاتحاد الكوره هل التحكيم منظومه مظبوطه؟ بالطبع لا. فلما بتطلب مني ان انا لا انتقد او ان اقف مع الحكام هقف معاك واقف في ظهرك وهساندك, انما انت كمان لابد انك تطور المنظومه اللي عندك لان الاخطاء بقت فجه على النادي الاهلي وبعض الانديه الثانيه لما بس مش
زي النادي الاهلي. لما بنتكلم النادي الاهلي تضرر فقد 4 نقاط كامله بالتحكيم، ونادي الزمالك كسب 6 نقاط من التحكيم. الزمالك اللي بيعاني واللي امبارح خلى اعلامه طول الليل يتكلم، من حقه انه يتكلم على لو هو انه شايف انه مظلوم، من حقه جدا انه يتكلم زي ما احنا كنا شايفين ان احنا مظلومين ان احنا يتكلم. انما وانت بتتكلم عن نفسك ما تقحمش النادي الاهلي في مشاكلك. دي جزئية انا فاهمه حضرتك بتتكلم على مين بالظبط من الاعلاميين. خالد الغندور، انا بقول باسماء. صحيح، دي جزئيه مهمه جدا. لو اتكلمنا في بيراميدز بقى، طب ممكن استاذنك تفضل نروح فاصل عشان نرجع نركز بقى وما نقاطعش حضرتك خالص، ونسمعك فاصل سريع جدا ونرجع، لان زي ما كنت بقول لحضراتكم معانا لسه كمان ملفات تانية شائكه جدا هناخد كل الاجابات عنها والاستفسارات كلها من استاذ خالد. خليكم معانا. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. عوده لضيفنا العزيز الاستاذ خالد الاتربي، الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بجريده الشروق، واللي يعني واضح جدا انه هيبتدي معانا دلوقتي مرحله ضرب النار كما شاهدنا قبل ما نطلع الفاصل. اهلا بيك مره ثانيه. اهلا بيك يا استاذ كريم. حبيبي، كنا بنتكلم على تفصيله التحكيم. بالظبط. ووقفنا عند تحديدا نقطه معينه، لو عايز تستلفت بعدين اتفضل. نتكلم على كمان، نيجي بقى نمسك على السؤال بتاع بيراميدز. فدخلنا على بيراميدز كمان، شفنا المباراه اللي فاتت، يعني دي لو كانت ثلاجه مثلا زي ما كان مارتن يول بيقول ان لو شاط الثلاجه هتدخل. الكوره دخلت بكامل، يعني الحارس شريف اكرامي خد الكوره ودخل بيها المرمى وكل حاجه تمام تمام وخرج، لا في فار اتكلم ولا في حكم حسب ولا في اي حاجه خالص، ولا اي تبرير طالع يقول لك احنا ما عندناش تقنيه خط المرمى. هي دي محتاجه خط المرمى؟ يعني ده معلش، يعني دي اي حد يشوفها، بلاش الكلمه الثانيه، اي حد يشوفها، فين الفار؟ ما فيش فار. فهي دي الفكره، الناس اللي تلاقيها تسال وتقول لك احنا عايزين تحقيق العداله، اكتر ناس تضررت من عدم تحقيق العداله هو النادي الاهلي. عايز حد يشوف ويحسب كده النقاط اللي احنا بنتكلم فيها. كمان بتلاقي ناس تقول لك خالد الغندور امبارح شفت هو بيتكلم بيقول ايه، بيقول انا لو قاعد على الفار ولقيت حاجه للنادي الاهلي، وطبعا اقسم حوالي مثلا 20 مره انه هيحسب للنادي الاهلي، انما ده ظلم. طب هو ما شافش مثلا ان النادي الاهلي كان ليه هدف؟ ما شفتوش هو بيتكلم مثلا كان ليه هدف لمحمد شريف قدام المقصه؟ صحيح، واتلغى بدايه التسلل، ما شفتش حد اتكلم. وهندخل على ميدو برده لما هو برده بيتكلم في نفس الموضوع، ضرب الجزاء لبيكهام قدام وادي دجله مشدود من ايده، وانا كنت محتاج ان انا اكسب بمجهودي وخسرت نقطتين، برده ما اتحسبتش. هدف كهرباء قدام سيراميكا برده ما اتحسبش واتحسب تسلل. هدف قدام البنك الاهلي والفار ما حسبوش هدف. غريب جدا. ضرب الجزاء لقفشه في مباراه، بتكلم في ضرب الجزاء على امام عاشور لصالح بي، بيتكلم على ماتش اسوان امبارح. طب ما كان في لقطه في الدقيقه 51 المفروض كانت ترجع للفار وتقول ان في ضربه جزاء. الناس اللي بتتكلم ما تضحكش، انت عايز تضحك على نفسك اوكي، خد يعني لك مطلق الحريه، اضحك على نفسك زي ما انت عايز، نفسك وانت حر فيها، ما تضحكش علينا وتضلل الناس وتتكلم في جزئيه المؤامره الكونيه اللي انتم عايشينها. امبارح ميدو برضو بيتكلم، الكابتن احمد حسام ميدو بيتكلم بيقول ايه؟ انه خاطب انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم بصفته، مش بشخصه بقى، بصفته احد اساطير الفيفا او اساطير الفيفا في الاتحاد الافريقي او الكاف او في افريقيا ايا كان، مش عارف بقى اساطير من انهي نوع. يعني انا ممكن اسال ولابد ان احنا نراجع الفيفا حتى، انا لا اقلل منه، انما طبعا احمد حسين ميدو مسيره معقوله في اوروبا، انما لو انت بتكلمني على لفظ الاسطوره ولقب الاسطوره عند لاعب اعتزل هو 29 سنه، اعتقد ان ده فيها مراجعات. يعني ممكن نقول ايه بقى على دروجبا، ممكن نقول ايه على زلاتان ابراهيموفيتش لما هو لسه بيلعب لحد دلوقتي وكان هو المفروض بيقعد احتياطي لميدو. ففكره مصطلح احنا اللي محتاجين اصلا نخاطب الفيفا، ازاي ادى لقب الاسطوره لاحمد حسام ميدو؟ هو بيتكلم ان هو اطلق اللقب او قال انه لانفانتينو ان النادي الاهلي او مفيش عداله بتحصل في مصر علشان محمد الشناوي كان موقوف، وخص كده بالذكر في كلامه، كان موقوف 4 مباريات وتم التراجع عنه. ما شفتش مثلا هو بيتكلم بيقول طب ما هو محمود وادي برضو لاعب بيراميدز تم تقليص العقوبه من 8 مباريات
الاربع مباريات ما جابش سيره، ولا هو دايما النادي الاهلي هو اللي عامل مشكله؟ طب انت ليه ما شفتش؟ هو دايما برده نفس القسم اللي اقسمه خالد الغندور، هو قسم اللي اقسمه برده احمد حسام ميدو، ان لو النادي الاهلي ليه حق هيتكلم، برده ما شفتش احمد حسام ميدو اتكلم في الحقوق اللي بيتكلم عنها، الا اذا مثلا في اللقطه اللي كان بيتكلم عنها في البنك الاهلي وقال فيها ان الكره مش جون، وجاب حكم انجليزي على اساس ان هو هيؤيد كلامه، واذ بالموضوع يدخل في سكه تانية خالص والراجل يقول له لا الكره مش جون، فاصبح كمان ان الموضوع فيه مراجعات. انا عايز زي ما قلت الكلام، قول اللي انت عايزه بس تكون صادق في وجهه نظرك، ما تصدرش للناس فكره هي مش موجوده الا في خيالك. نفس الكلام برضو اتقال من نائب رئيس الزمالك السابق او الاسبق ايا كان، وشايفه بيتكلم على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا على الجماهير، وان اللي بيحصل هو اللي تسبب في قتل معرفش 72، كلام لابد الناس تتحاسب عليه، لان انت مسؤول سابق او حالي، لابد انك تكون عارف انك بتحرك الجماهير ناحيه شيء ما. احنا بكل اللي بيحصل على الساحه دلوقتي بيقود الناس اللي هي بتعلي من نبرة التعصب بين الناس. تخيل لو كل الأحداث اللي موجودة دي بالبيانات والكلام واللي بيتكلم ويقولك انت اللي قتلت وانت اللي عملت، احنا في رياضة يا جماعة، احنا في رياضة. تخيل لو الجماهير موجودة في المدرجات الشكل كان هيبقى عامل ازاي؟ سيبك بقى من كورونا او اي حاجة، المفروض ان كل واحد في مكانه يتحلى بالمسؤولية ويعرف ان الكلمة عنده لابد انه يتحاسب عليها، يتم محاسبته عليها. اللي بيحصل دلوقتي مفيش حساب للناس اللي بتطلع تتكلم اي كلام على السوشيال ميديا، وده غلط. لا ده 100% غلط على كل الاصعده، مش بس الصعيد الرياضي. وده هيخليني بقى اروح مع حضرتك دلوقتي، طالما احنا فتحنا ملف التحكيم، احنا بنتكلم ان اتحاد الكوره طالب زي ما حضرتك قلت الجميع بمسانده الحكام وغيره، وفي نفس الوقت احنا عندنا مشكله في هذا الملف. طيب هيوصل لفين الامر وهيعالج ازاي طالما في جاب كبيره او في فجوه ما بين ده وده؟ هو المفروض ان اللي يبدا بفكره الثقه افعالك، يعني انت وريني ان انت اخطائك حتى لو هي موجوده تبقى متكامله على الكل، بمعنى ما تكونش ان هي موجهه ناحيه سكه معينه. يعني لو الفار بيغلط يغلط في الكل، ما يغلطش عندي انا بس بالظبط يعني. فانت المفروض يكون في تدريب اكتر للحكام، في معسكرات للحكام، في جوده في التصوير يسمح للحكم انه يشوف الموضوع من زوايا متعدده، في عقوبه لو تم مخالفه احد الحكام للقانون ويتم اعلانها. مش مجرد انك تقول لي ساند الحكام، ولو انا كمسؤول طلعت اتكلمت قلت طب ما ينفعش كده اللي الحكام بيعملوه، يا ريت يطوروا من ادائهم 50,000 جنيه. طب والحكم اللي ضيع مني مثلا نقطتين نظامه ايه؟ طيب ما ينفعش ان احنا نكتفي بالتسريبات اللي بتطلع يقول لك ده اصل هم وقفوا فلان وقفوا علان. طب وبعدين انا استفدت ايه؟ يعني سموحه استفاد ايه من الهدف اللي تم الغائه لصالح بيراميدز؟ استفاد ايه مثلا الكوره اللي كان ليه مثلا 4 انذارات أو 5 انذارات على الاقل على لاعبي بيراميدز ما حصلوش، زي كان عبد الله سعيد ورمضان صبحي ونبيل دونجا، في كذا لاعب احمد فتحي، في كذا لاعب كان المفروض شريف اكرامي في كره الهدف اللي خرج بيها مصطفى فتحي مصاب وخرج بره، مفيش اي حاجه خالص. لا دي مفيش حاجه اسمها اخطاء تقديريه، انت خطا تقديري في لعبه في 2 في 3 ودي خلاص احنا دخلنا 3. حتى الخطا التقديري ده المفترض ان تقنيه الفار تحسمه، فاللي حصل العكس، ان احنا في الفتره الاخيره لاحظنا كلنا ان كلمه الفار دي ابتدت تثير لغط كتير جدا طبعا من الناس الفتره الاخيره. طيب لو مش هيتحقق المنطق اللي المفروض هي موجوده عشانه، مش لازم يبقى في حاجه تتعمل بخصوص النقطه دي بخصوص الملف ده؟ ولازم انت تطوره دلوقتي، بمعنى ان اللي انت في ايدك دلوقتي انك تعلي شويه جوده التصوير، تعلي شويه. طب ما احنا شفنا لقطات معينه يا ابو الكباتن الجوده فيها على مزاجك، ما لسه بكمل، والصوره واضحه وضوح الشمس، انا لسه بكمل، واللي ما يشوفش بالغربان يبقى اعمى ومع ذلك لسه بكمل. تعلي من موضوع ان يكون الناس عندها ضمير شويه اللي قاعدين على الفار، وتحسسهم ان في حساب قاسي وعنيف، ويحسسهم ان في مراقبه حقيقيه على افعالهم داخل غرفه الفار، وان لا ضمائرهم
الضمائر المطاطة ما تتحكمش في الأمور بألوان الفانيلا زي ما بيقولوا. كل واحد بيحكمه القانون، طبق القانون على الكل، الكل هيرتاح. ما يكونش المعيار مطاط، خلي اللعبة اللي قدامك هتتحسب هنا تتحسب هنا تتحسب هنا، مش تحسب على النادي ده والنادي ده لا. هو ده المفروض ان احنا نعمله الفترة اللي جاية. ولو في اخطاء بقى تقنية ما نفكرش بقى زي الناس اللي بتتكلم على طب احنا نلغي ونجيب شركة تانية او لا، لو في اخطاء تقنية نعدلها واحدة واحدة بعد من الموسم ده للموسم ده. تعاقد مع اللي انت عايز تتعاقد معاه، هات معدات افضل، هات معدات احسن، انما ما فيش حاجة اسمها الغاء الفار، لان ده تفكير تماما بعيد عن اي حد. صحيح، لان دي حاجة عالمية. خلاص الموضوع منتهي. طيب انا هاخد اللي حصل ده وهبص له بشكل ايجابي، ولو حضرتك تتفق معايا، فكره مش هقول الظلم البين ولكن الخطا البين، الصوره البينه اللي حصلت يعني والعالم كله شافها او اللي تابع يعني الماتشات دي، قال لك ان في حاجه مش مظبوطه في التحكيم عندنا مؤخرا. ده ممكن يكون رد او اكبر رد على من يدعي دائما ان الاهلي بيفوز بالتحكيم. يعني شفت بقى ربنا فين يعني انا نفسي بس الناس دي تقول لنا بنفوز فين وامتى بالتحكيم. يعني احنا خسرنا بطولات بسبب التحكيم. لا هم معذورين فعلا، يعني انت لازم برضو تلتمس لهم العذر في بعض الاوقات. اللي قدامك لما يكون عاجز انه يجاريك على التفوق والتقدم لابد ان يلاقي لنفسه حجه. هيلاقي يعني ايه الحجه اللي ممكن يواجه بها نفسه او يواجه بها جماهيره؟ لازم يقول للناس، ما يقولش للناس اني فاشل، لا يقول الناس هم اللي بيحاولوا يفشلوني. انا فاكر كلمه للكابتن محمود الخطيب في افتتاح الاستاد، وكانت كلمه مؤثره جدا، وقال لك احنا قدرنا ان احنا نتعامل مع منافسين او مع ناس بيحاولوا يفشلوك بدل ما يحاولوا ينجحوا هم. وقالوا الجمله دي في عز الوقت اللي هو كان بيتعرض من خلاله لهجمات مريبه من كل ناحيه. وفي النهايه البطل هو اللي فضل موجود. البطل مش بيبقى موجود بالتحكيم، البطل موجود بعناصر كثيره. اللي عايز يتعلم يبص على شكل النادي الاهلي وخطواته على مدار التاريخ ويمشي على الكتاب. على فكره انا واحد من الناس كاهلاوي اتمنى ان الناس تقلدني، انا عايز ده، لان هو لما يكون منافس قوي جدا ليا هيدفعني ان انا اكون اعلى. اكيد. ويدفعني يكون انا اكتر. في وقت من الاوقات طلع التصريح الشهير اعور وسط عنان، يعني لا انا مش عايز كده، انا عايز اكون انا مفتح وسط ناس مفتحين، عايز اكون انا موجود قوي كل الناس تخاف من قوتي. صحيح. فانت خد النادي الاهلي نموذج، خد النادي الاهلي مثال، بدل ما انت تحاول تصدر موضوع المؤامره الكونيه اللي انت موجود عايش فيها اصلا. وهي اصلا ليه في الفتره الاخيره الظاهره دي تفشت بهذا الحجم؟ يعني بقى من ضمن المستجدات في عالم كره القدم وفيما يتعلق بالنادي الاهلي بصفه خاصه ظاهره القمص. فاهم انجاز التعبير؟ يعني بقينا نسمع ونشوف وناس مسؤوله في فرق يعني محترمه جدا وليها تواريخها هي كمان وليها تاريخ طويل في اللعبه، وتلاقي ما معناه يعني ان في اشمعنى، طب ما بص الاهلي، طب كلمة ما بصوا الأهلي بقت بتتقال كتير قوي في الفترة الأخيرة، هي دي ظاهرة صحية ودي حاجة منطقية؟ لا هو اشمعنى، طب ما تقول لنفسك اشمعنى الأهلي بطل؟ بدل ما تقول اشمعنى الأهلي بياخد امتياز من وجهة نظرة. طب. مش وجهة نظرنا احنا أو الحقيقي. هو النادي الأهلي مثلا لما الكابتن محمود الخطيب كان في رئيس النادي الأهلي حاول وكان في اجتماعات على موضوع إن يكون طبعا لو احنا نفتكر كده كان القيد فيه مشكله، القيد الشتوي فيه مشكله، كان في فبراير ومارس بدل يناير. انا بدي لحضرتك مثال وللمشاهد مثال عشان يعيش معانا فكره اشمعنى وندللها كده بمثال. طيب كابتن محمود الخطيب عرف ان لو او خلاص باللوائح لو احنا ماشيين على القيد بالشكل ده مفيش اي نادي مصري، اهلي، زمالك، مقاولين، بيراميدز هيستفيد من الانتقالات الشتويه ويضم لاعبين في يناير. خلاص مش ما عندوش امكانيه ده، لو اتعاقدت مع اي لاعب في يناير في فبراير مش هعرف استفيد منه في البطوله القاريه. طب مين اللي يتحرك علشان كده؟ النادي الفاهم، النادي المسؤول، النادي الكبير، النادي اللي بيخطط، النادي اللي بيبص لقدام. مش معلش يعني في التوقيت ده كان النادي الزمالك غرقان في مشاكله
ونادي بيراميدز حديث العهد بالموضوع فما عندوش الخبره والدرايه الكافيه انه يبص النظرة مستقبلية أو يتكلم في بعيد. هو ممكن يكون الناس بتفكر في إن إحنا موجودين لكيد الأهلي وخلاص أو عرقلة الأهلي وخلاص، فمش مشكلة أنا أروح فين ولا أجي منين، دي قصة تانية. طبعا المقاولين برضو ما عندوش مين اللي يتحرك، النادي الأهلي، فالنادي الأهلي يتحرك، ولما اتحرك للتعديل عدل ليه ولغيره. ما هو إدى البيراميدز فكرة انه يعدل في قيمته والانتقالات الشتويه يضيفهم معاه في الكونفدراليه والزمالك في دوري ابطال افريقيا. هل يجوز بعد المثال ده كله تقول لي اشمعنى هو اشمعنى ان انا بفكر، هو اشمعنى ان انا بفكر لنفسي وليك؟ طب انت مش عارف تفكر، انا بفكر وانت بتستفيد وانا بستفيد. انا عاجبني ردود حضرتك كده يعني صريحه وتو ذا بوينت، زي خالد من الناس اللي لازم وانت بتعملي معاه حوار يفضل تبقي لابسه خوذه تحسبا لطرطشه ساعه الغلط بيطرطش غلط. حقيقي يعني ردود في الصميم واعتقد بالحق. انت في النهايه انت بتدي مثال وتقول لي طيب هل دلوقتي مش معنى؟ اشمعنى؟ طب انت اشمعنى انت ساكت؟ انا اقول لك بقى اشمعنى انت ساكت؟ طب انت فين؟ طب انت عملت ايه؟ طب انا هفضل مستنيك عشان ما تقولش اشمعنى؟ طب ما هو انت رايح فين؟ طب انت لو انا مشيت وراك اغرق، فما تقوليش اشمعنى؟ انا الكبير فامشي ورايا. صحيح. على كل حال استاذ خالد الوقت بيجري، ولو ان بجد انا شخصيا مستمتعه جدا. انا اكتر معاك. وان شاء الله الماتش يوم الثلاثاء يكون ماتش قوي، ونتمنى احراز الاهداف من الشوط الاول والدقائق الاولى زي ما معودنا موسيماني ومعودنا الاهلي باذن الله. يكون ماتش اكيد مهم، بس ان شاء الله الفوز يكون اهلاوي. نورتنا واكيد هنتقابل تاني ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي باذن الله. سعدنا بوجودك معانا وسعدنا بحسن متابعه حضراتكم لحلقه النهارده. الرحمن يتجدد اللقاء قبل دلوقتي بساعتين وحلقة جديدة وعشرة الصبح في الأهلي. صباح الفل عليك. صباح الفل يا كريم على حضرتك.